وبتضطر ترجع للأكاديمية مرة تانية علشان تاخد ال7 شهادات الحتمية، اللي هي تبقى دورات، اللي هي دورة مثلا سلامة. ثواني محمد. بتبقى اللي هي زي ما بقول لك دورة سلامة، دورة مش عارف إنقاذ، دورات فاير فايتنج، دورات ميديكال، كلام من ده. بتبقى هم مجموعة 7 دورات، أنت لازم تاخد ال7 دورات دولت عشان تتأهل أصلا إن أنت تشتغل في البحر. وانس إن أنت أخدتهم وطلعت إنجين كادت، ربنا وفقك طلعت إنجين كادت في أي شركة ما، تمام. الشركات كتير بتبقى محتاجة إنجين كادت عندها. بتقعد 6 شهور، بتنزل من ال6 شهور دولت بتقدر تقدم على شهادة مهندس ثالث. في ناس بتقدر تخش الامتحانات وتذاكر الامتحانات بتاعت مهندس ثالث من قبل السي سيرفيس، بس التيكت مش هيطلع لك او اللايسنس مش هتطلع لك غير لما تبقى قدمت لهم السي سيرفيس يعني. وده اللي انا متاكد منه يعني، هتقابل معاناه في الحته ديت يعني. انت وانت بتقدم في التفتيش البحري عموما هيطلب منك يقول لك فين السي سيرفيس بتاعك اللي انت تقدم بيه اصلا، او تفتح بيه الملف بتاع شهاده مهندس ثالث. ما اعرفش بصراحه التركيه اللي هم بيعملوها، ان هم ازاي بيعملوا باي باس لحته زي ديت. المهم يعني نرجع تاني. فانا كنت بقول لك الفكره كلها ان انت هتبقى محتاج ان انت ايه تخلص 6 شهور دول زي ما بقول لك عشان تبدا تخلص او تبدا تقدم على شهاده مهندس ثالث. اخدت شهاده مهندس ثالث بتبقى خلاص انت كده مؤهل ان انت ايه تاخد الديوتيز بتاعتك يعني في البحر يعني. تبدا يعني كشغل بقى على طول ان شاء الله، تبدا تراسل بقى الشركات بتاعتك يعني في الوقت دوت انت اغلب الشركات مش بتاخدك على طول يعني، كمهندس رابع كلام كده. هقول لك دلوقتي ايه الفرق من الرانكات ديت. فتطلع تقريبا في الغالب تطلع حاجه اسمها فيفث انجينير اللي هو مهندس خامس. ده بتبقى زي تريننج بس بتاخد طبعا يعني مرتب شويه شويه كويس، مش بوكت ماني يعتبر يعني. بتقعد مثلا حوالي عقدين او كده يعني، لمده مثلا 6 شهور او 8 شهور مثلا تبقى فيفث انجينير. بعد كده الشركه بتعمل لك انترفيو، بترقيك تطلع مهندس رابع. مهندس رابع انت كده بدات الكارير. مهندس خامس رابع ثالث تاني اول ديت بتبقى على حسب الشركات اللي انت بتطلع فيها يعني، مش كل الشركات عندها نفس الرانكات. طب الرانكس ديت بتتوزع بناء على ايه؟ بتتوزع بناء على الريسبونسابيلتيز اللي موجوده عندك في المركب ديت، بناء على حجم المركب وبناء على الشغل اللي موجود جوه المركب والاوبريشن بتاعت المركب ديت عامله ازاي. في شركه مثلا زي اللي انا كنت شغال فيها اللي هي الكي سي، كان الرانكات فيها لحد مهندس خامس. مهندس خامس اللي زي ما قلت لك هو انت بالنسبه لك ان انت لسه طالع البحر فريش يعني، لسه ما خدتش يعني انت ما عندكش اي خبره غير ان انت كادت لسه طالع فريش. فانت المفروض بتاخد فتره كده تريننج وتتدرب فيها، تعرف الدنيا ماشيه ازاي، ما عليكش اي ريسبونسابيلتيز انت، بس ما ان انت بتتدرب يعني. بتاخد الفتره بتاعتك ديت، وبعد كده بعد 6 شهور الناس بتعمل لك ايفالويشن، الشيف انجينير بتاعك بيعمل لك ايفالويشن والسكند انجينير كذلك. وبعد كده بتبقى انت مؤهل على حسب الكريتيريا بتاعت الشركه ان انت يتعمل لك بروموشن. الرانك اللي بعديها اللي انت هتبدا فيها اللي هي فورث انجينير. يبقى الرانكات عندك بتبدا از ميجر يعني، او يعني ده دي الرانكات بتبدا انت خلاص بدات الشغل حقه يعني، تمام. من اول فورث انجينير، فورث انجينير بتبقى متوزع عليك خلاص بقى، انت كده اخدت ريسبونسابيلتي بتاعت الماشينريز تمام، وبيبقى متوزع الشغل على زي ما قلت لك متوزع الشغل بتاع المركب كامله على الرانكات الموجوده. فلو قلنا مثلا فورث انجينير هتلاقي فورث انجينير مثلا مسؤول عن الكمبريسرز، مسؤول عن البيوريفاير، مسؤول عن الانسنريشن، مسؤول عن السلاج سيستم، مسؤول عن البلج سيستم. طبعا بياخد ووتش في الاوبريشن يعني، مسؤول عن الكارجو هاندلنج لو المركب مثلا بتبقى ستاند باي تمام، مسؤول عن الكلام دوت. بياخد طبعا الارم ووتش يعني، بياخد ديوتيز ان هو لو المركب يو ام اس مثلا اللي هي انماند، فالناس بتخلص الساعه 5 وبتطلع، فانت من بعد الساعه 5 بتبقى المركب على الارم سيستم او على الانمان سيستم تمام. فانت بتاخد ووتش من الووتشات ديت تمام، وبتبدا خلاص انت بدات الكارير بتاعك. ثيرد انجينير مثلا بيبقى مسؤول عن الجنريترز، مسؤول عن البويلر، مسؤول مثلا عن الاناليسيس بتاع الكيميكال بتاع البويلر بتاع الفايرز
فريش ووتر سيستم بتاع اللي هو الهيتنج، مسؤول عن الفريش ووتر جنريتور، السكند انجينير طبعا مسؤول عن المين انجن، ومسؤول عن الانجن روم كامله، يعني هو الهيد بتاع الانجن روم. من اول سكند انجينير ده السينيور ليفل او السينيور رانك بنسميه، من اول سكند انجينير وتشيف انجينير ده السينيور رانك. تمام، زي ما بقول لك السكند انجينير هو الهيد اوف ذا يعني الانجن روم، هو مسؤول عن المانجمنت بتاع الانجن روم، بمعنى ان هو يعني مثلا الفورث انجينير عنده مثلا اوفرول مثلا في بريفاير معين، فهنفتحه النهارده ولا مش هنفتحه، هو اللي بياخد الديسيجن، هيوزع الناس بانه شكل، هو اللي بيوزعه. تمام، بيوزعهم بناء على ايه؟ لان هو تحت الـ يعني ده احنا كده بنتكلم في الجزء بتاع الاوفيسر، او يعني انت في الجزء بتاع الانجينيرز يعني. تمام، انت في تحت الانجينيرز بيبقى عندك مثلا تو فيتر ومثلا اثنين موتورمان وان وايبر، تمام، دولت او هيلبر. تمام، ده اللي بيكونوا بيساعدوا الانجينيرز في او بيأسست للايه اثناء في اوفرول او اثناء ما في اوبريشن او الى خلافه. طيب هو هيوزع الناس ديت بناء على ايه؟ على انه شكل هو البلانز بتاعته، يعني بتاعت السكند انجينير، هو شايف البلان بيظبطها مع الشيف انجينير، هنعمل اوفر رول في الوقت دوت ولا لا، هيبقى فيه يعني هيبقى فيه مساحه عنده من الوقت ان هو يحط مين، يدي ايه بريورتيز، هيوزعها ازاي، مين اللي يعني يوزع الاهميات بتاعت المهام ديت ازاي، هو المسؤول عن الكلام ده. طبعا في التشيف انجينير ده مسؤول عن كل الماشينريز وكل كل المركب، يعني از انجن او از اي ماشينري موجوده على المركب بيبقى المسؤول عنها التشيف انجينير. طبعا التيم دوت بيكون معاهم اللي هو الاي تي او او الالكتريشن، تمام، في الغالب ده بيكون مهندس كهرباء، تمام، او يعني الناس اللي هي خريجه بتاعت كهرباء، خريج كهرباء يعني، هم اللي بيشتغلوا في الجزء دوت. فنرجع تاني بقى لشغلنا احنا او لشغلك انت، تمام، فتبدا زي ما قلت لك خطواتك من اول فورث انجينير، تمام، والماشينرز ديت والتوزيع بتاعتها والمهام بتاعتها بتختلف من شركه لشركه، يعني في شركات تانيه بتبقى مكان ما الفورث انجينير مثلا ماسك كومبريسورز، لا الثيرد انجينير هو اللي ماسك كومبريسور، بس الفورث انجينير مثلا واخد البويلرز، على حسب الرولز بتاعت الشركه ماشيها ازاي. فالشركه زي ما بقول لك مثلا من اللي انا كنت شغال فيها، هو بيقول لك ان كل ما بتزيد الرانك كل ما بتزيد الريسبونسابيلتي، يعني ممكن يقلل اللود على الانجينير لكن الريسبونسابيلتي بتزيد، يعني مش معناه طبعا ان الفورث انجينير الريسبونسابيلتي بتاعته قليله، لا طبعا مهمه جدا وحاجات طبعا يعني كريتيكال جدا، ولكن التعامل مع الجنريتور مثلا غير التعامل مع البيوريفاير مثلا، يعني فهو بيدي مساحه اكبر، يعني كان الفكره يعني او الاستراتيجي بتاعتهم ان هو يدي مساحه اكبر للانجينيرز ان هم يكتسبوا خبره، وبناء على الخبره ديت ان هو يبدا يخش في الرانك اللي بعديه، بحيث ان هو يكون مور كونفيدنت ان هو اثناء ما هو بيشتغل يعني. بس يا سيدي الموضوع طلع كبير جدا بس مشوق جدا يعني بناي لا هو مش كبير ولا حاجة، هي ستيبس انت بتبدأ فيها، يعني هي خطوات، انت مش هتاخد الخطوة اللي بعديها غير لما تخلص الخطوة ديت، يعني هي بالضبط. مش كبير ولا حاجة، فانت مش هتفكر في اي خطوة تعملها غير الخطوة اللي يعني، بمعنى انت دلوقتي الستيب اللي قدامك دلوقتي خلص، هتخلص الكلية عندك، تاخد الشهادة بتاعت البكالوريوس، ادي اول مفتاح انت اخدته، تمام، علشان تروح تفتح بيه السكة التانية اللي بعديها. ايه الخطوه الثانيه اللي بعديها على طول؟ الخطوه الثانيه اللي بعديها على طول انا محتاج ان انا اطلع الشهادات الحتميه والباسبور البحري علشان اخد السي سيرفيس اللي هو المطلوب للرانك اللي بعد، يعني ده المفتاح بتاع الحاجه اللي بعديها. طيب اخدت انت طلعت الباسبور البحري ده از دوكيمنت، تمام، فانت عندك دوكيمنت، يعني في عندك جزء اللي هو بتاع الدوكيمنت، تمام، انت بتجمع الورق بتاعك وبتخليه كده ايه ستاند باي، تمام، خلاص انت ستاند باي ان شاء الله ربنا يوفقك وطلعت انجن كده، خلاص انت كده بتحصل المده بتاعه البحر، خلصت المده بتاعه البحر بتاعتك بتبدا تدخل في البارت اللي بعده اللي انت عايز اجهز اللايسنس اللي بعديها، واللي هي اللايسنس الاساسيه بقى بتاعتي اللي انا هشتغل بيها اللي هي ثيرد انجينير، تروح تاخد الدوره بتاعتها وتخش الامتحان على طول باذن الله، ايه تعدي فيه وبقى معاك اللايسنس. وانس ان انت اخدت اللايسنس ديت ومعاك شهاداتك وكل حاجه جاهزه، انت كده خلاص الواي ده بالنسبه لك اتفتح، يعني انت بتبدا بقى خلاص الكارير بتاعك حرفيا، تمام، فانت بتبدا
تبدا الكوميونيكيشن بتاعت الشركات بتاعتك اللي انت اللي هتتواصل معاها، والموضوع متعارف عليه يعني، الموضوع مش سربرايز يعني، انت مش هتتفاجئ مثلا ان انت انجن كادت ولا الشركه مثلا هتتفاجئ ان انت انجن كادت عايز تتدرب يعني، لا عادي يعني الموضوع معروف يعني. تمام، بس فما تقلقش يعني، الموضوع مش معقد ولا حاجه يعني، هو الموضوع مش معقد، هو الموضوع زي ما بقول لك هو ستيبس بس، ستيب باي ستيب بس يعني. تحبوا نبدا ولا في حد نستنى شويه ولا ايه رايكم؟ أكيد مفيش مشكلة. طيب تمام، انا بس هستاذنكم اعمل شير السكرين. السكرين ظهر عندك كده شوية صح؟ زايت عندنا شونز. هذه كده السكرين اللي ظهر عندكم اللي هي انجن روم ماشينري ارينجمنت صح كده؟ لا هو مفتوح قدامنا الفولدر لسه، ما فيش بي دي اف مثلا طيب فتح لحظة ولا حاجة. واحدة بحاول يعني، عشان أنا فاتح من على الويب نفسه مش ده اللابتوب بتاعي. طيب ده كده السكرين مفتوح قدامك صح؟ انجن روم ماشينري ارينجمنت. فتحت. زار عندن. تمام، احنا كنا قبل كده عملنا سيشن قبل كده، وطبعا للاسف الشديد انا كان وقتها كان يعني، احنا وصلنا في السيشن الاولانيه اللي احنا عملناها سوا، كنا اتكلمنا فيها عن هعمل ريفيو بس سريع كده وبعد كده نخش على البارت اللي انا كنت عايز ادخلكم فيه. احنا كنا دخلنا في السيشن الاولانيه اتكلمنا فيها عن الرنكات بتاعه البحر والشغل في البحر بيبقى عامل ازاي والتقديم والحاجات دي كلها كنا وضحناها. وبعد كده انا دخلتكم معايا في السلايدز ديت اللي هي بتاعه الارنجمنت بتاع الماشينريز والحاجات ديت، اتكلمنا فيها في المين انجن، واتكلمنا على اللوكيشن اللي اوت بتاعها، اتكلمنا على فرقين ما بين تو انجن اللي هم دولة الميجر اللي هتلاقيهم في البحر اللي هي ام بي ان دبليو، وقلنا ان تحتيها حاجتين في نوعين من التو تايبس اوف ذا انجن يعني، اللي هم اللي هو المان بي ان دبليو اللي هو الام سي انجن والام اي انجن. وقلت لكم ان هي الام سي انجن ديت اللي هي ديت الانجن تعتبر القديمه بتاعت التايب بتاع مان بي ان دبليو تمام، والام اي انجن دي اللي هي الالكترونيك انجن، وديت اللي انصحك فيه ان انت تبدا تقرا فيها. انا ان شاء الله باذن الله النهارده مجمع لكم شويه داتا كويسه جدا وهبعتها لكم يعني عن الانجن عموما يعني، او عن الانجن روم عموما، او عن حتى عن طريق لو انت هتشتغل في البحر عن الحاجات اللي بتاعت الثيرد انجينير لايسنس والحاجات ديت. فهنشوف هنبعتها ازاي وهتواصل معاكم ازاي، وهبعتها لحد فيكم يعني، واللي هبعته لكم دوت يعمل شير ان شاء الله. فمن ضمن الحاجات اللي انا هبعتها هبعت لكم الكورسات بتاعت الانجنز ديت يعني، مثلا ام اي انجن لما احنا كنا بدأنا نشتغل عليها يعني، لما مثلا كنا بنستلم مراكب جديده عليها ام اي انجن، كانت الشركه تبعتنا ناخد كورس في مثلا في مان بي ان دبليو تبع كوريا، في كوريا وكده تبع مان بي ان دبليو، وكنا بناخد الكورس دوت ازاي نتعامل مع الانجن ديت كاوبريشن وكمينتننس وكحاجات ديت. فانا هبعت لكم الكورس ده، كورس كويس جدا جدا يعني، اتمنى ان انتوا تقروه يعني، وكورس مبسط مش يعني مش هتعاني وانت بتقراه، او مش هتحس ان الموضوع بالنسبه لك معقد. وورتزيلا كذلك هي مش المنافس، بس هي يعني دول الشركتين الكبار اللي احنا هتلاقي اغلب المراكب الموجوده فيه، في شركات تانية طبعا بس ده انا بتكلم على الميجر يعني. فهتلاقي الشركه الثانيه اللي هي وورتزيلا، هتلاقي في عندهم الار تي ار تي اي تمام، ديت الانجن القديمه بتاعتهم واللي اتحولت بقت ار تي فليكس. ده كان الشكل التو انجن من فوق كده تمام، الشكل بلان فيو. ودخلنا جوه مراكب كان فيها السيستمز ديت، وشرحنا فيها ايه الفروقات ما بين مثلا لو احنا في وورتزيلا، فشرحنا ما بين الار تي اي وما بين الار تي فليكس، وازاي اتحولت ان هي ما بقتش ميكانيكال، وشلنا الميكانيكال بارت ديت، وازاي هي بقت الكترونيك انجن، وازاي ان كان في كمبيوتر هو اللي بيتحكم في الموضوع دوت، وايه هي البنفيتس اللي احنا اخدناها من ان احنا حولنا من ار تي اي لار تي فليكس، وقد ايه عملنا كومباريزن كده ما بين الماكسيمم افكتيف بريشر، وعرفنا ان الار تي فليكس فعلا كانت مور افكتيف، واخدنا برضو كومباريزن ما بين الاثنين، وعرفنا ان كان فعلا احسن ار بي ام اخدناه من الورتزيلا ار تي سوري ار تي فليكس.
تمام. واخدنا المميزات بتاعت الار تي فليكس، ان هي هاير افشنسي، وان هي بتعمل ريديوس للفيل كونسومشن، وعرفنا ان هي كمان بتعمل ريديوس للبادجت اللي هو بتاع المينتننس. ف لقينا ان الانجن ديت مور افكتيف. اخدنا اكزامبل تاني على ماركه تانية كانت بتستعمل مان بي ان دبليو، تمام. والانجن اللي فيها كانت الانجن اللي فيها كانت ام اي انجن. ودخلنا شويه اتكلمنا عن الكود اللي بيتكتب كده، واللي هو الرقم بتاع الانجن اللي هو بيتكتب دوت، والرقم ده بيدل على ايه، تمام. وعرفنا ازاي الام سي انجن اتحولت بقت ام اي انجن، وبرضه نفس الكلام اللي احنا قلناه ان هو الميكانيكال بارت دوت هيتشال تماما، وان هيبقى الموضوع هو عباره عن الكترونيك، تمام. ودخلنا كده جوه الانجن روم، لفينا فيها لفه وشفنا شكل الانجن فعلا من جوه عامله ازاي. في حد فيكم يا شباب طلع بحر؟ في حد فيكم طلع قبل كده تريننج على مركب نزل الانجن روم عنده منظر تيولي للكلام دوت؟ تمام. أنا دخلت حرية 3 قبل كده، بس كانت على الرصيف بتاع الترسانة يعني، لكن تمام. تمام، انا قصدي ان انا يعني في حد عنده تخيل في اللي احنا ماشيين فيه دوت ما شافش المنظر ده لاول مره، يعني الحاجات دي بالنسبه لك مش جديده يعني. ف احنا شفناها بس مش بتوبريت، مش مهم يعني، وهي يعني واقفة على الرصيف والانجن بس. والانجن واقفه على الرصيف. ده مور ذان انف يعني، انت بس خلاص يعني. انا فاهم قصدي، يعني انت مثلا فاهم ايه اللاي اوت اللي احنا مثلا انت شايفه قدامك، يعني مثلا شايف دول تو، يعني انا انت الصوره ديت فهمت منها ان انت في هنا تو سبير بيستون مثلا موجودين، ديت المين انجن من فوق اللي انا بشاور عليه دوت، ده الاكزهوست مانيفولد مثلا ريسيفر، تمام. الكبير اللي طالع منه دوت هو ده اللي هيطلع على الفانل بعد ما دخل على التربو تشارجر، تمام. وبعد كده مثلا شايف هنا عندي كوندنسر، ده اللاي اوت بتاع البايبس اللي موجوده. انا هنا دخلت جوه الانجن من جوه، تمام. ده اللي هو يعني من مكان الكرانك كيس، تمام. بعمل اندر بيستون انسبكشن، بعمل الكرانك كيس انسبكشن، بشوف الجايد شوز بتاعتي، ده كده شكل بعمل انسبكشن للاويل اللي موجود جوه السامب تانك، بشوف لو في اي هارد ماتيريال او هارد بارتكلز موجوده، تمام. معناها ان هي بتديني انديكيشن ان انا بيحصل عندي وير جوه اليونت باختلافها، تمام. ودخلنا على صوره كده بتبقى موجوده عندك، ديت هتبقى موجوده عندك في السكرين اللي موجوده في الاي سي ار في الكنترول انجن كنترول روم، تمام. بتقدر تاخد منها كل البارامترز، وبتقدر تقرا السنسورز اللي متوزعه على الانجن بس، تمام. كفيول انلت بريشر، تمبريتشر، الفيول اويل فيسكوستي، اللوب اويل كذلك، اللوبريكيشن. هتلاقي بقى كل يونت لوحدها، الفريش ووتر اللي هو الكولينج سيستم بتاعها عامل ازاي لكل يونت لوحدها. طبعا لو في اي الارم عندك بيظهر في المكان دوت وبيدي لك يعني زي ريد فلاج او بيدي لك ريد لايت، تمام، ان انت في عندك مشكله في مكان ما، تمام، فتبتدي تتعامل معاها وتتوجه ليها. ده شكل الانجن كنترول روم، ديت شكل الكونسول الموجوده جوه الانجن كنترول روم، وديت السكرين اللي انا بقول لك عليها. وتبدا الموضوع بقى مور ادفانس، او تبدا تتعامل معاه انك تخش على كل سيستم لوحده او تخش على الانجن لوحدها وتبدا تشوف البارامترز المختلفه فيها. من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده عندك المهمه جدا اللي هي الانجن لوج بوك، انجن روم لوج بوك. صحيح ان كل عندك كل 12 ساعه الكونسول ده اوريدي بيتعمل له برينت اوت اوتوماتيكلي، وده بيبقى في مكان هنا بيتسجل فيه، يعني بيبقى برينتد يعني اوريدي مطبوع، وبيبقى متسجل في ديلي البارامترز دي كلها اللي موجوده بكل السنسورز ديت. بس بالاضافه لدوت الشركه بتجبرك، تمام، ان انت تاخد راوند كده حوالين الانجنز بتاعتك المختلفه، تمام، وتاخد انت بايدك وتسجل وتمضي ان انت اخدت البارامترز ديت بايدك، وان انت شفتها وتاكدت ان كل حاجه ماشيه في الطريق الصح، تمام. فلو انت ما شفتش ده قبل كده، ده حاجه اسمها انجن روم لوج بوك، تمام. هتلاقي هنا كل حاجه حرفيا، يعني هي حتى سيجريجيتد انجن باي انجن. انا بحاول ازوم لها عشان ازوم لكم عشان تشوفوها. يعني هتلاقي مثلا هنا الجزء بتاع الانجن، مثلا تلاقي مين انجن جاكيت ووتر اللي هي الكولينج ووتر اللي هي الاتش تي سيستم، فهتلاقي الكولينج ووتر انلت بريشر، هتلاقي الكولينج ووتر انلت تمبريتشر، هتلاقي ده بقى اليونت الاوتلت اللي طالع التمبريتشر رقم 1 2 3 اللي طالع منها قد ايه. ايه الهدف من ده؟ طبعا ده مثال يعني، تمام، اللي هي الانجن. كل حاجه تخص الانجن هتلاقيها موجوده هنا، تمام. كل حاجه تخص الجنريتور كذلك، الحاجات المهمه، تمام. الكولرز اللي موجوده عندك بقى
معها مثلا تمام، هتلاقيها متوزعه عندك هنا والبارامترز بتاعتها موجوده كبريشر او تمبريتشر. البويلر لو شغال، لو مش شغال خلاص انت بتكتب ان ايه الكونديشن بتاعه يكون عامل ازاي. الاسترن تيوب، كل حاجه تخص الانجن روم تمام هتلاقيها بتتكتب. انت بتنزل تلف تاخد لك لفه كده اللي هي الراوند بتاعتك تمام، لو انت الديوتي شانس. هو ده وبتنزل الروتش تاخد. كيبنج، نعم فندم، هو ده الروتش كيبنج. الله يفتح عليك، ده اللي هو الواتش كيبنج. طيب احنا هنوزع ازاي الواتش كيبنج؟ بمناسبه ان انت اتكلمنا عن الواتش كيبنج، احنا دلوقتي زي ما قلنا ان انت الرانكات بتبدا عندك في شركه زي اللي احنا دلوقتي حطيناها قدامنا كمثال ديت تمام، اللي هي الكيو سي تمام. الرانكات عندك تبدا من اول فورث انجينير لحد الشيف انجينير. الشيف انجينير مش بياخد واتش تمام. طيب مين اللي بياخد الواتش؟ بتبقى السكند انجينير، الثيرد انجينير، الفورث انجينير، وبيكون الموضوع روتيشنال. بمعنى ايه؟ يعني انا النهارده مثلا انا سكند جير، انا النهارده هاخد الووتش يعني الووتش كيبنج معايا انا تمام. طيب معناها ايه؟ ان انا دلوقتي هبدا ان انا كل اول ما بدات اليوم بتاعي خلاص انا في بيبقى في تول بوكس ميتنج، عرفنا دلوقتي انا هعمل ايه او ايه المهام بتاعت النهارده، سواء انا عندي اوفرول او عندي ايه اللي انا هعمله. وبلس ان انا دلوقتي هبدا اثناء ما انا باخد الراوند بتاعتي انا دلوقتي المسؤول تمام، بمعنى ان انا هاخد الراوند كامله متكامله على الانجن من اول فوق لحد تحت الانجن روم كامله تمام. يعني ببدا مثلا من اول كده عند الفانل فوق كده، اتاكد ان كل حاجه ماشيه صح وان كل حاجه كسيفتي فيتشرز موجوده في مكانها، اتاكد من الليفل بتاع الاكسبانشن تانك، بتاكد اللي هو الكولينج ووتر اكسبانشن تانك، سواء بقى ال تي والاتش تي، وانا نازل كده عمال الف اخش على الانسنريتور، اتاكد وانا ماشي ان كل حاجه سيف. سيف ايه؟ يعني سيف كونديشن موجود، مفيش حاجه مثلا واحد كان امبارح كان بيعمل لوبريكيتنج في مكان معين او كان بيعمل فيلنج الاويل ووقع اويل في مكان، فده ان سيف تمام. فانا مسؤول عن الموضوع دوت، انا كوتش مان يعني، او كوتش كيبنج مان تمام. طبعا انا مش لوحدي، هو كلنا بنعمل ده كل يوم، بس الفكره ان النهارده انا مور فوق، انا فوكس قوي قوي على كل الاريز اللي موجوده، لكن ديلي اثناء ما انا ماشي طبعا انا مسؤول عن الكلام ده. مش معناها ان الواتش مان بس هو يعني الانجينير الواتش بس انجينير هو المسؤول، لا هو كلنا مسؤولين مع بعض تمام. فبنزل بعد كده ببدا باخد البارامترز بقى اللي موجوده اللي انت شايفها ديت، يعني اثناء ما انا معدي كده تمام قبل الساعه 12 المفروض ان انا اجمع كل البارامترز ديت تكون معايا كده في نوت في ايدي تمام، وبعد كده بطلع اكتبها. طيب باشمهندس معلش، هو اتفضل. كل رانك بيبقى ليه وقت كل يوم في الدوتي بتاعته ان هو يعمل الموضوع الواتش كيبنج ده، بالظبط بالظبط، الله يفتح عليك. بمعنى ايه؟ الله يفتح عليك، يعني بمعنى ان انا مثلا انا الفورث انجينير تمام، فانا هبدا مثلا ان انا اجمع، انا هوقف، انا عندي شغل ما تمام، فانا هبدا اوقف الشغل اللي انا فاتحه دوت في مكان معين تمام، اوقفه على الساعه مثلا 10 ونص مثلا بعد الكوفي تايم كده بتاعي، خلاص انا كده بعد الساعه 10 ونص هطلع اجمع البارامترز ديت تمام، هبدا الم الدنيا ديت تمام. فده ده الوقت اللي انا لازم اخد فيه بارامتر، لازم اعدي على البارامترز ديت بعيني تمام، لان انا زي ما انت شايف كده انت بتمضي في المكان اللي انت كتبت فيه. معناها ايه ان انت بتمضي؟ معناها ان انت مسؤول عن الكلام دوت، يعني الكلام اللي انت كتبته هو دوت، لو ان كيس اوف لا قدر الله حصلت اي مشكله تمام، انت مسؤول عن ان انت. بمعنى ايه بقى حصلت اي مشكله؟ يعني ان بتوين مثلا لقيت ان انا يونت معينه، او لقيت مثلا سلو داون بيحصل في الانجن. طب السلو داون بيحصل في الانجن بسبب ايه؟ بسبب ان الاكزوست مثلا تمبريتشر في اليونت ديت كان عالي، كان في لود في اليونت، واحده من اليونتس بتاعت الانجن كان اللود فيها عالي. طب اللود اللي فيها ده على ليه؟ كان فيها ليك. طب ما ايه الانديكيشن بتاع الليك؟ طب ما كانت المفروض التمبريتشر بتاع الاكزوست في الوقت دوت يبقى عالي. طب امال الراجل، ارجع بقى ده ليا از ريفرنس، قام جاي رايح مزوم هنا كده مثلا، راح اشوف فين الاكزوست المين انجن اكزوست تمبريتشر، قام جاي رايح مزوم هنا، هلاقي مثلا ان يونت رقم واحد الساعه مثلا 12 الظهر كانت 412. طب ازاي الراجل ده كاتبها 412 وازاي مثلا انا بعديها بساعتين؟ لا يبقى كده كان في حاجه غلط. هو مش ان المفروض ان دوت، ان يعني انا مش بعمل سبوت عليك ان انت رحت شيكت ولا ما شيكتش، بس هي الفكره كلها ان انت بتعمل ريكورد، يعني عارف اللي هو مش هنقول اورلي، بس هنقول مثلا كل 12 ساعه انت بتعمل ريكورد ان كل حاجه فعلا مظبوطه، ان كل حاجه تمام، ان انت شيكت على كل حاجه، في ان كل حاجه ماشيه في وقت، بحيث ان لو لا قدر الله في مشكله اعمل لها، يعني اعمل لها ديتكشن as early as possible تمام. هي ده الهدف. المفروض ان كل ماشين باخد بقرا الجيج بتاعها وبسجل هو قاري قد ايه صح؟
بالظبط. فانا بروح على اوريدي على المشاريع بالظبط، بروح على اوريدي بروجكت. سنسورز اصلا بتبقى بعت القرايات دي على الكنترول روم، بس ده لازم يتعمل مانيوالي الله يعني. يفتح عليك، الله ينور عليك، بالظبط كده. طبعا في قرايات ما بتكونش ليها جيجز، في قرايات انا باخدها من على الكونسول، باخدها على طول من على السكرين اللي موجوده، اللي هي السنسورز الموجوده فيها دي، وهي بتبعت البارامترز بتاعتها على طول. طب ايه الفرق، ايه الفايده ان انا ليه انا هامله الخانات دي؟ تضييع وقت؟ لا مش تضييع وقت، بس عشان اجبرك ان انت تخش على السكرين ديت وتشيك على التمبريتشرز ديت انها موجوده ده. لان الموضوع بالنسبه لك بعد كده يعني، انت النهارده مثلا شايف ان الموضوع كبير وانا هروح على حاجه، بس بعد كده الموضوع هيبقى روتيني، عارف اللي هو انت عارف اللي هو في ايام انت ما بصيتش على الانجن شكله عامل ازاي، فاهم؟ طبعا ده غلط مش صح يعني، هي الفكره كلها، الهدف قصدي اللي انا عايز اوصله لك ان من هنا دوت، من المنظر اللي انت شايفه دوت، ان انت ايه تركز على كل حاجه، وان انت متاكد ان كل حاجه فعلا البارامترز بتاعتها طبيعيه، وبحيث ان لو في حاجه غلط انت على طول تبدا تتعامل معاها، تمام؟ از انها مشكله از ايرلي از بوسبل، تمام؟ ان انت تلحق المشكله قبل ما تحصل، تمام؟ تمام. طيب انت دلوقتي زي ما اتفقنا، ده الكلام اللي انا بشرحه لك دلوقتي دوت، والكلام اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده لو السيستم عندك اللي هو ان مان سيستم، تمام؟ ان المركب خلاص احنا بنوصل لحد الساعه 5 مثلا، والانجن روم بنعمل لها ان مان، بنحطها على حاجه اسمها اليو ام اس اللي هو الان مان سيستم، تمام؟ وبيبقى في الارم موجود على الديوتي اوفيسر او على الواتش مان اللي انت بتتكلم عليه ده اللي هو الواتش كيبر. بمعنى ايه؟ يعني انا النهارده الفورث انجينير، انا المسؤول النهارده، او انا الواتش انجينير النهارده، تمام؟ فهيقوم جايين حاطين الالارم سيستم عليا. انا بطلع صحيح الكابينه بتاعتي، ابدا ارتاح وابدا بقى اللي هو اشوف يومي اللي هو في الكابينه ده. لكن الفكره كلها لو في اي الارم في المركب جه او في الانجن جه، تمام؟ هيجي عليا انا، تمام؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مسؤول ان انا انزل اتعامل مع الالارم دوت، بنزل اوقفه، بنزل اشوف ايه المشكله اللي موجوده، وببدا اتعامل وابدا اتعامل معاه، تمام؟ بنظام طبعا الان مان سيستم، ان هو بيحافظ عليك، ان هو بيخليك سيف يعني، ان انت برضو ان انت في الوقت دوت، وقت ما بتنزل توقف الالارم دوت، او وقت ما انت بتنزل تتعامل معاه، انت المفروض ان المركب ان مان سيستم، فالمفروض ان البريدج بيكون ان كوميونيكيشن معاك، والمفروض ان انت يعني كل وقت معين بتروح تبوش بوتوم على حاجه مكان معين، تمام؟ بحيث ان انت موجود تحت في الانجن روم لوحدك بس سيف يعني، تمام؟ بتنزل تاني الروتين مثلا او النايت شيفت بتاعك، بتنزل ساعه مثلا من الساعه 9 لحد الساعه 10، تنزل تاخد راوند تانيه وبتاخد فيها البارامترز بتاعتك ديت كلها، تمام؟ وبتكتبها وبتتاكد ان كل حاجه سيف، وطول الليل، تمام؟ انت بتبقى عليك الالارم. وكذلك بقى تاني يوم بيبقى الثيرد انجينير، اليوم اللي بعده السكند انجينير، وهكذا بيبقى الموضوع ايه روتيشنال، تمام؟ ماشي. عشان انا عايز اسال سؤال في الحته دي يعني، اتفضل. هو المفروض وقتك في كورديه يعني، او الديلي روتين بتاعك بيبقى محدد بوقت معين، ولا انت يعني موجود على المركب بيبقى كل وقتك ملك الشغل، او بتبقى لا ماشي لا، ازاي؟ الموضوع طبعا محدد بوقت معين، والموضوع بيخضع اللي هي الاي ال او اللي هي الانترناشونال ليبر اورجانيزيشن، تمام؟ انت ما ينفعش عدد الساعات بتاعتك تزيد يعني انت ما ينفعش، ده واقعيا انت ما ينفعش عدد الساعات بتاعتك تعدي مثلا او تكسيد ال 8 ساعات في اليوم شغل. ولما وانت بتعمل ريكورد على فكره لدوت يعني، السيستم دوت يعني بيكون في سيستم موجود على الشركه، على او الابلكيشن بيكون موجود على البي سي بتاع الشركه، تمام؟ انت بتسجل فيه عدد الساعات اللي انت اشتغلتها النهارده. يعني انا النهارده نزلت الانجن الساعه 7، طلعت الساعه 12، وقفت مش عارف الساعه، رجعت ثاني بعد اللانش تايم الساعه 1، وقفت الساعه 5 او طلعت الساعه 5، تمام؟ فبيحسب لك الوقت بتاعك. لو انت عديت او اكسيدي ال 8 ساعات او ال 8 ل 9 ساعات، لو انت اكسيدي من الوقت دوت بيدي لك الارم ان انت اشتغلت اوفر تايم. مين اللي بتحاسب في الموضوع دوت؟ طب ما اوكي تمام، اشتغلت اوفر تايم، اذن اللي بيتحاسب في الموضوع دوت التشيف انجينير والسكند انجينير اللي هم السينيور رانك، زي ما قلت لك، ان هم دولت المسؤولين عن المانجمنت بتاعت الانجن بشكل عام كوقت. يعني انا مش المفروض ان انا اخلي الفورث انجينير يقعد هو اللي قعدت اوفر تايم، اصل انا كان عندي اوفر اول مثلا، او كان عندي مشكله ما في مكان معين فانا كنت بخلصها. اوكي انا النهارده اشتغلت ده، لكن انت ديلي هتشتغل بالشكل دوت؟ لا، يبقى كده في حاجه غلط في المانجمنت اللي موجوده في المركب، يبقى الناس دي مش عارفه تعمل مانج لوقتها، ودي بتبقى مشكله كبيره جدا. فالمفروض ان انا مش ان انا بعد العدد الساعات دي يعني، مش المفروض ان انا بعد الساعه 5 ان انا انزل ابقى قاعد شغال في الانجن. ماشي، احنا بنشتغل في اوقات معينه لو الموضوع كريتيكال. يعني معنى ايه لو الموضوع كريتيكال؟ لو انا دلوقتي احنا بنعمل اوفر اول يونت،
واحنا بنعمل اوفر اول يونت ديت احنا موقفين المركب او هنعمل اوفر اول يونت ديت اثناء مثلا ما احنا في الانكرج اريا واثناء ما احنا اخذنا طبعا بيرميشن وكلام من دوت، بس اثناء ما احنا موجودين او حتى موجودين في اثناء الديسشارج تايم او اثناء اللودنج تايم اثناء ما احنا موجودين في التيرمينال. طيب يعني الوقت هو ليميتد قوي، فانا طبيعي جدا مش هشتغل 8 ساعات بقى، لا عادي اوكي تمام انا هبدا اريح ناس يعني مثلا هقول الثيرد انجينير مثلا 6 اون 6 اوف، انت هتشتغل هتنزل مثلا معايا الساعه كذا وبعد كده الراجل التاني يطلع يريح وكذلك يعني. فده بتبقى مسؤوليه المانجمنت، لكن مش ما فيش حاجه اسمها 24 ساعه انت شغال يعني. فاهمني؟ تمام. فاحنا كنا اخر بيج احنا وصلنا ليها لحد السيشن اللي فاتت هي البيج ديت. البيج ديت انا جايبها منين؟ جايبها من مكان اسمه الاوبريشن او الاوبريتنج مانيوال. تمام. دوت بيكون موجود اون بورد. لو هو موجود اون بورد فانت محظوظ. ليه؟ لان هو الاوبريتنج مانيوال دوت هو بيشرح لك كل ماشينري لوحدها، كل سيستم لوحده، يعني عامل سيجريجيشن محترم قوي. تمام. لكل حاجه لوحدها. يعني انت لو اخدت هنا مثلا المين انجن فهتلاقيه بيكلمك عن المين انجن بارتيكولرز، بعد كده البويلر بارتيكولرز، بعد والسيستم بتاعها وازاي كذا فانكشن واذا مثلا اوبريتنج وازاي تشغله وازاي توقفه والى خلافه، لحد ما تبدا تخش في السيستمز نفسها. تمام. الستيم بويلر اند ستيم سيستم، الكوندنسيت فيد ووتر سيستم، تمام، السي ووتر سيستم. بعد كده هتبدا ترجع تاني مره تانيه للانجن از فيول از لوبريكيتنج از الكلام دوت. فمن المكان دوت هتعرف كأن كل equipment لوحدها معمول لها segregation، واحنا ازاي هنتعامل معاها، ازاي هنشغلها من A to Z. يعني انت مش محتاج ان انت تقرا، وحاطط لك كده ايه سمول بريف كده عن الماشينري ديت او عن البامب ديت او 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 الى خلافها، ديت ايه الفانكشن بتاعها وهي ليه موجوده في المكان دوت. فانت بشكل سريع هتلم الدنيا لو انت لسه فريش لسه طالع على المركب ديت، فانت بشكل سريع هتلم الدنيا. ليه بقول لك لو انت محظوظ هتلاقيه؟ لان مش كل المراكب بتعمله، لان عشان المركب تعمل مانيوال زي دوت هي تطلب من اليارد اللي هي المركب اتبنت فيها ان هي تجهز لها المانيوال دوت. طيب تجهيز المانيوال دوت بيكلف الشركه كوست، فمش دايما على طول هتلاقي ان الشركه قادره انها تدفع الكوست دوت، او لو هي مثلا بتعمل بادجت كات فلا خلاص تمام انا هدي لك المانيوال بتاع الماشينريز عموما وانت تتعامل معاها، وهدي لك طبعا الدرون بتاع المركب وانت تتعامل مع الماشينريز المختلفه ديت وتبدا تنزل. الموضوع هيبقى شويه اصعب، لكن هنا في لو انت معاك الاوبريتنج مانيوال ده شويه الموضوع بيبقى اسهل. في مثلا بتبقى مركب بتعمل الاوبريتنج مانيوال دوت، او الاوبريتنج مانيوال ده اتعمل لمركب، لو المركب ديت هيتبنى منها 3 4 مراكب سيستر مارك سيستر فيزل يعني، تمام، انت بيوزعوا نفس المانيوال بنفس اسم حتى المركب على الثلاث اربع مراكب، خلاص ما هو السيستم هيكون متشابه فيقدر يفيد الناس الكرو اللي بيشتغلوا في المركب. انا هبعت لكم ان شاء الله من ضمن الداتا اللي هبعتها لكم، هبعت لكم الاوبريتنج مانيوال دوت لاكتر من مركب، تمام، بحيث ان انت تخش جوه المراكب. الشركه اللي كنت بشتغل فيها زي ما انت عارف اللي هي الكي سي، لو حد فيكم يعرفها، اللي هي ديت اويل تانكر وفيها برضه مراكب غاز. فهتلاقي ان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه هنا على تانكر فيزل. السيستم زي ما انا بقول لك لو انت هتخش هنا، خلينا مثلا ناخد البويلر اند ستيم سيستم، هتلاقي مثلا الجنرال ديسكريبشن بيشرح لك جنرالي كده ايه هو البويلر الموجود عندك ونوعه ايه وشكله عامل ازاي من جوه و الى خلافه، الاوبريتنج ازاي هشغله، بعد كده السيستم نفسه. يعني انا شغلت الاثنين دولت يخصوا البويلر لوحده كايكويبمنت، انا بتكلم على البويلر يعني سيلف، يعني بتكلم على البويلر نفسها وهي موجوده في مكانها. بعد كده دخلت على السيستم، طب البويلر دوت بيطلع لي ستيم، الستيم ده انا همشيه فين؟ مش انا ماشي الستيم ده دلوقتي ده في سيستم همشيه في بايبس، طيب البايبس دي التوزيع هيبقى شكله عامل ازاي، والفالفات اللي ما بينها شكلها عامل ازاي. فانا عندي مثلا في المركب دي كان عندنا تو سيستم، اللي هم كانوا اللي هو ال 20 بار اند 7 بار، اللي هو ال 20 بار دوت اللي هو السيستم بتاع الكاربو، ممكن في وقت ثاني نشرح الفرق ما بين الاثنين. انا بس عايزك تاخد، يعني انا مش عايز اطول عليكم، عايز بسرعه الحق لكم على قد ما اقدر تمام من الجزء دوت، بحيث ان انت ازاي هتقدر تتعامل معاه، حتى لو انا بعته لك ازاي هتقراه يعني. فهتلاقي مثلا اللي هو ال 20 بار بتاع البايبس والفالفات والمسؤوله كل الحاجات اللي موجوده ديت، واللاي اوت بتاع البايبس ديت ازاي وموجود فين ومنين مودي لفين وبيسرفس على ايه، هتلاقي كل الكلام دوت في السيستم ده.
تمام. السيفن بار كذلك اللي هو السبع بار بس اللي هو السيستم بتاعه اللي هو الهيتنج او السيرفيسز بتاعه الستيم تمام. كذلك الكوندنسيشن الراجع بقى هيروح فين وهيمشي ازاي وداخل فين وكلام من دوت. السي ووتر سيستم لو احنا بنتكلم على الكولينج سيستم تمام، فبيبقى عندك تو سيستم مثلا موجودين اللي هو السنترال كولينج سي ووتر سيستم، عندك الفريش ووتر جنريتور ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنستعمل فيها السي ووتر سيستم، يعني دول داخلين كده مع بعض تمام. فهتبدا تمشي مع السيستمز ديت وهتبدا تقرا فيها، وهتلاقي فيه زي ما قلت لك تحت حتى اللاي اوت تحت الدروينج بتاع بتاع السيستم دوت، هتلاقي فيه تحتيه بريف كده عن السيستم دوت، ايه المطلوب منه، ايه اللي انا بستخدمه منه، او ايه اللي انا هستفيده بيه تمام. فده انا بالنسبه لي بصراحه يعني كتاب محترم جدا 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 ليك ان انت، او ريفرنس كويس قوي ليك لو انت عايز تفهم سيستم معين او عايز تفهم اكويبمنت معين. ده كان برضو لي اوت كده سريع كنا بنتكلم فيه عن البويلر. لو انا هعدي بسرعه كده، ده جزء من المانيوال اهوت، انا واخد بس كده زي سكرين شوت وحطيته لك يعني تمام. اهو دوت الديسكريبشن بتاع البويلر اللي كان موجود، بيقول لك الستيم اوت بوت قد ايه، الوركينج بريشر في المركب كان هنا 16 بار، الماكسيمم الاو بالوركينج بريشر 18 بار، معناها ان انت لو هتكسيد عن كده ان السيفتي فالف عندك هيفتح، الوركينج تمبريتشر بتاعك قد ايه، الفيد ووتر الاوبريشن اللي هو ديولينج تمام. فبيدي لك زي بريف سريع عن الـ 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 عن البويلر، وبيدي لك شكل الشكل كده البويلر وتعريف سريع، بيقول لك ان خلي بالك ان ده الووتر درام، ده الاكسس دور، ده الفيرنرز، كشكل ايه لاي اوت كده سريع عن البويلر الموجود تمام. بيدي لك طبعا اسم الميكر، بيدي لك الموديل والحاجات ديت انت بتستعملها فعليا بعد كده لو انت عايز تطلب سبير بارت معينه وكده، لازم تحط الديتيلز بتاعت البويلر ديت لازم تكون موجوده عندك ولازم تتعامل معاها، فدي مهمه جدا ان انت تبقى عارفها. فهي بتسهل عليك الدنيا يعني الاوبريتنج مان ده القصد يعني تمام. كذلك هو لاي اوت سريع عن شكل البويلر من فوق، عن شكل الـ 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 عن شكل الفيول سيستم اللي موجود عليه وازاي بيدخل، والايه الشكل اللي انت تطلع تقابله حرفيا فوق هتلاقيه بالشكل دوت، ايه الشكل ده وايه البريف اللي موجود فيها، بحيث ان انت تبقى اوير بكل ايه بكل ستيب منه. ده شكل كان البويلر من فوق كده، انت كده واقف فوق البويلر، ودوت شكل المين تيرنر والبايلوت تيرنر، ودوت شكل للسولنويد فالفز الموجوده عندك تمام. و يعني اللي هو كايه كمنظر كده تخيلي البويلر وانت واقف عليه، فدول التوب بلورز الهواء اللي بيخش لك جوه البويلر دي بتبقى كبيره جدا. انا مش عايز اخش لك قوي جوه البويلر ديت، بس المركب ديت احنا بنتكلم على سيستم فيها، السيستم دوت اللي هو احنا قلنا فيه تو سيستم اللي هو 16 بار و20 بار، سوري 16 بقى و20 بار و7 بار. ال7 بار دوت اللي هو الجنرال هيتنج سيستم، ال16 بار دوت علشان اللي احنا بنستعمل في الماركت ديت ستيم بامب، ستيم تيرباين بامب تمام. فالبامب البامبس اللي فيها اللي هي سي او تي اللي هي كارجو اويل بامب تيرباين تمام. يعني احنا بنفضي الكارجو بتاعنا عن طريق البامب ديت، البامب ديت نوعها سنترفيوجال عادي جدا، لكن الدرايف بتاعها بيبقى عن طريق الستيم. فعلشان كده البويلر بتبقى شويه مختلفه ونظام الستيم فيها شويه بيكون مختلف. البويلر طبعا بتكون كبيره علشان تديني دي البويلر اللي احنا شايفينها ديت اللي هم 2 دي و دي بويلر نمبر 1 مثلا ودي بويلر نمبر 2 تمام. ده شكل البويلر مثلا وانت دي الاكسس دور، واحنا داخلين مثلا نعمل انسبكشن من جوه تمام. ده احنا كده واقفين جوه البويلر بنعمل ووشنج جوه، بنعمل كليننج للاماكن اللي حصل فيها كاربن اكوميليشن في بعض الاماكن ايه معينه تمام. ده شكل البويلر فوق، ده المين بيرنر اهوت، هتلاقيه عندك بيظهر من هنا والبايلوت بيرنر تمام. هو ده شكل تاني اهوت، وديت اللي هي ايه الفانز اللي بتبقى موجوده حواليها. دي شكل دي البويلر ديت نوعها ووتر تيوب. انا مش عارف انتوا يعني مجمعين اللي انا بقوله ولا لا، بس هو في بيبقى انتوا عارفين ان في نوعين من البويلرز او موجودين عندنا، بيكون عندنا حاجه اسمها فاير تيوب، والنوع التاني بيكون حاجه اسمها ووتر تيوب تمام. ديت نوعها ووتر تيوب، دي دايما اللي احنا بنستخدمها في لما احنا محتاجين ستيم كتير او كونسامشن من الستيم عندي بيكون عالي، فبنستعمل دايما البويلر تبقى ووتر تيوب تمام. احنا هنا كده جوه البويلر درام، جوه الستيم درام نفسيها تمام. الستيم درام يعني ان الميه خلاص، الميه بقت بخار وطلعت تطلع لنا الميه من الاماكن دي تمام. دي شكل ده السيستم اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ال 20 بار. ديت التربين اللي هي السي او تي اللي هي الكاربو
بامب اللي احنا اتفقنا عليها ديت اللي هي الووتر بالاست بامب تربين، ديت التانك كليننج بامب تربين تمام، وديت دولت البامبس اللي انا قلت لك عليهم من الدرايف تاون بيكون عن طريق الستيم، ودوت الستيم سيستم بتاعي بقى بيشرح لك هنا، هو ده اللي انا كان قصدي عليه، بيشرح لك هنا بقى يعني انت كل حاجه، يعني مثلا تعالى ناخد هنا بيقول لك فروم اوكسيلري بويلر مين ستيم لاين، بعد كده تمشي تعرف ان الفولف دوت موجود، دوت اللي هو الاس ام 003 دوت اللي هو خلاص ده هيدخلك على اللاين نفسه، يعني انا لو ده مقفول انا كده مش هبدا، مفيش اي ستيم موجود عندي. بعد كده تبدا تشوف بقى التوزيع بتاعه الستيم دوت رايح لفين لحد ما توصل للماشينري بتاعتك. بمعنى انا دلوقتي عايز اروح اشغل البامب ديت، طبعا الموضوع مش كستيم، احنا بنتكلم على ستيم، ده موضوع كبير مش موضوع صغير، لكن الفكره كلها ان انا لو عايز اشغل بامب ديت ايه اللي المفروض ان انا افتحه هنا في النص، وايه المفروض اللي ابدا بيه، هو ده بيدي لك بريف عن الموضوع دوت. ده المانيوال ان شاء الله اللي هبعته لك. تمام، من ضمن الحاجات اللي انت هتشوفها في السيستم دوت الكوندنسيشن سيستم بتاعه اللي هو الراجع بتاعه تمام، هيكون عن طريق حاجه اسمها سي بي تي فاكيوم كوندنسر تمام. في المركب ديت انت زي ما قلت لك انت بتستعمل الكونسامشن من الستيم عالي جدا، فالستيم دوت انت محتاج ان انت تعمل له كوندنسيشن عشان الستيم عندنا هي كلوزد سايكل تمام، فانت محتاج ترجع تاني الووتر او ترجع تاني الستيم دوت للووتر، والووتر ديت هترجعها تاني للبويلر عشان البويلر يسخنها عشان ترجع لك تاني ستيم، والستيم يرجع تاني لو ما فيش لو الستيم ده ما استهلكش بشكل كامل وانه ما حصلوش كوندنسيشن، فانا برجع الستيم الراجع دوت من عادي اللي هو ما حصلوش كوندنسيشن على فاكيوم كوندنسر، والكوندنسر دوت بيوم جاي مرجع لك الستيم مره ثانيه لايه للووتر تمام، والووتر ديت بروح احطها في حاجه اسمها جاسكت تانك. ليه اسمه فاكيوم؟ ده فاكيوم علشان انا زي ما بقول لك انا بستعمل في السيستم دوت ده اللي هو 20 بار تمام، يعني او الوركينج بريشر بتاعي في السيستم دوت هو 16 بار، فضغطه عالي جدا، فليه محتاج فاكيوم؟ محتاج ان انا على طول السيستم على طول يبقى فيه فاكيوم عشان ما يحصلش عندي اكيوميليشن للبريشر ويحصل عندي باك بريشر وتاذي لي اللاينز بتاعتي او تاذي لي البامبس بتاعتي. فمحتاج على طول ان اللاينز ديت تبقى فاكيوم او الكوندنسر نفسه يبقى فيه فاكيوم، بحيث ان على طول بسحب الستيم ما يحصلليش اي اكيوميليشن ما يحصلليش اي باك بريشر على السيستم بتاعي فيزي تمام. طيب ازاي هكريت الفاكيوم جواه؟ هكريت الفاكيوم عن طريق حاجه اسمها الاير ايجكتور تمام. عارفين الايجكتور يا شباب اللي هو الشكل دوت اللي احنا بتشوفوه اللي هو من ضيق لواسع، فبتعمل ستيرب للبريشر فتبدا تعمل ساكشن، فهو دوت يعني هو بيعمل ساكشن من هنا، هو معدي من هنا ستيم عادي، هو شايف لو انت واخد بالك معدي من هنا ستيم عادي خالص تمام. الستيم دوت عشان فرق الارياز الموجوده تمام، فبتعمل لي فرق في البريشرز تمام، فلما فرق الاريا مع البريشر دوت بيخلي دوت كمان يعمل ساكشن كانه بامب، لكن هو مش بامب يعني، هو نفس الفيل بتاعت البامب يعني تمام. المهم فبعمل كرييت للباكيوم عن طريق الكلام دوت. بتشوف هنا مثلا في السيستم السي او بي تي كوندنسيت بامب، الميه اللي تعمل لها اكيميليشن ديت هروح اوديها للجاسكت تانك عن طريق ما عن طريق بامبس تمام. ده كان شكل تاني او يعني سيستم تاني اللي هو السيفن بار تمام، اللي هو الهيتنج سيستم. الهيتنج سيستم انت في المركب محتاج تسخن حاجات كتير جدا، يعني انت مش محتاج يعني في حاجه يعني الفيول انت محتاج تسخنه، في السلاج محتاج تسخنه، الاويل محتاج تسخنه، فانت هتلاقي كل الحاجات اللي انت المفروض يعني انت لو عايز تعرف ايه الحاجات اللي هيمشي فيها هيتنج كويل تمام علشان نرفع درجه حرارتها او ان مطلوب ان احنا نعرضها للهيتنج تمام، هتلاقي كلها موجوده عندك في السيستم دوت، يعني من اول البانكر تانك تمام لحد الستورج اويل تانك لحد المين انجن هيترز لحد البيوريفاير هيترز السلاج تانك الموجوده عندك، فانت من هنا هتعرف حتى كل التانكات اللي موجوده از فيول او از اويل تمام، اللي هي اللي بتبقى محتاجه اللي بتكون محتاجه الستيم تمام. مش اللي اوت ده، ايوه انا مش سامعك كويس، معلش قول تاني. اللي اوت ده انا مش سامعك كويس. كان في صوت شوشرة عندك يا عطيه. طيب لحد ما يرجع الفكره. بصوا يا شباب انا برضو يعني مش عايز اطول قوي في كل سيستم، انا بمشي بسرعه، انا بدي لك بس بريف سريع عن حاجه انا هبعتها لك، وهي ديت كان الهدف
ايه يعني الهدف العام تمام، ان انا ادي لك بس بريف سريع كده، فانت تبقى انت عارف اوير ايه اللي جوه المركب ديت از سيستمز تمام، وايه اللي انت هتتعرض له ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك وتطلع اون بورد. وهي حاجه جديده اتوقع بالنسبه لكم ما حدش فيكم تعرض لها قبل كده تمام. ف يعني انا همشي بسرعه لان عشان الوقت برضو اساول، لان هي في سلايدز كتير قوي عندي، فهدي لك بس بريف عن الحاجات اللي موجوده جوه، وازاي لما تيجي تبص عليها هتفهم منها ايه وايه الغرض منها وايه الغرض من وجودها سريعا تمام. الو فايده خليت واقفه فيها ابن الراجل خليت وشغل. ايوه مش معمير الو 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 شايف سامع؟ معلش انا اسف بس هو فصل عندي. نرجع بس تاني تمام. في اخر حاجه بس وقفت عنها بقول لكم ان انا هدي لكم ايه بريف سريع كده عن السيستمز الموجوده اللي انت هتتعرض لها. ده شكل الهيترز اللي موجوده تمام، وده يعني ده من هنا مثلا الستيم، ده شكل كده اتش الهيتر تمام، الستيم بيخش منين وبيطلع منين، والاويل بيدخل منين تمام وبيطلع منين، ده بريشر جيج من الحاجات دي، يعني دي بارامترز اللي احنا كنا بنتكلم عليها ان انت هتروح تبص عليها علشان تجيب تكتبها عندك في اللوك بوك. فهتلاقي عندك اللي هو التمبريتشر جيج، وهتلاقي عندك البريشر جيج اللي موجود على الهيتر دوت. الكمبريسد اير سيستم، حد فيكم شباب بيعرف احنا عندنا كام نوع سيستم موجود للاير مثلا على المركب من بورد؟ معايا شباب؟ اوير كام نوع سيستم مثلا موجودين اون بورد عندنا على المركب؟ ما عنديش فكره. احنا بيكون عندنا اون بورد تمام ثلاث انواع من الاير تمام، ثلاث سيستمز تمام موجودين، او ثلاث انواع مثلا، خلينا نقول ثلاث انواع تايب 3 تايبس اوف اير تمام موجودين اون بورد. بيكون عندي اللي هو المين اير تمام، اللي هو المين ستارتنج اير تمام، ده اللي انا بستخدمه في الانجن تمام، اللي هو الاير ستارتنج تمام دوت، اللي بيكون موجود 30 بار، ده بيكون في فيزلز تمام، انا بعمل كومبريسد الاير دوت عن طريق حاجه اسمها الكومبريسرز تمام. الكومبريسرز ديت بيكون منها تايبس برضو تمام، لكن خلينا نتكلم دلوقتي بس ان انا بطلع من المين اير كومبريسور اللي انت شايفه دوت، شايفه اللي هو تحت دوت، ده المين اير كومبريسور، بطلع منه هواء مضغوط 30 بار، 30 بار دولت بعمل لهم بجمعهم في اير فيزل. الاير فيزل ديت هي عباره عن سلندر كبير كده تمام، لونه ابيض كده تمام، هتلاقيه موجود دايما في الجنب الكمبريسور
او في الكمبريسر سايد يعني تمام، بجمع فيه الهواء اللي هو 30 بار، بستخدم 30 بار دولت في المين انجن اللي هو الاير ستارتنج تمام للانجن، او للجنريتور برضو بديله 30 بار تمام. ده اول نوع عندي. تاني نوع عندي بيكون موجود، يبقى اول نوع اللي احنا قلنا عليه اللي هو الستارتنج اير او اير ستارتنج تمام. التاني نوع بيكون موجود عندي اللي هو السيرفيس اير. ايه هو السيرفيس اير؟ انا محتاج ان انا اوزع هواء حوالين المركب علشان يعني في الانجن روم عموما يعني، او في المركب احنا على المين ديك بستخدم السيرفيس اير دوت في الكليننج، بستخدم عايز اعمل بلو مثلا لمكان معين بستخدمه في ان انا لو انا عايز اركب ويلدنج بامب مثلا على في مكان معين بتستخدم البامب ديت الدرايف بتاعها بيكون عن طريق الاير مثلا نيوماتيك، فبعمل كونكشن للاير دوت اللي هو السيرفيس اير عن طريق ان بيكون متوزع يعني اماكن كده في اماكن معينه تمام. الاير دوت زي ما انت شايف كده في الورك شوب انجن روم في الجنب دوت اللي انا ماشي جنبه ده تمام، اللي هو الفلور بي مثلا فلو انجن روم توب مثلا سيوج تانك موجود عندي مكان اخد منه سيرفيس اير، في عندي مثلا في البيرفاير روم موجود عندي واحد في الفيول فالف ترانسفير ان ذا ورك شوب تمام. فهتلاقي في اماكن زي ما انت شايف كده دي الاماكن كلها اللي متوزع فيها تاز سيرفيس اير. ثالث نوع بنستخدمه اللي هو الكنترول اير، واحنا في الكنترول عندنا كام كنترول سيجنال يا شباب معايا؟ كام كنترول سيجنال عندنا احنا في الـ في الـ في الـ في الميكانيكال؟ انا ما كنترول سيجنال عموما في الميكانيكال عندنا كام كنترول يعني مثلا عندنا مثلا الكتريكال سيجنال تمام، عندنا ايه كمان عندنا الالكتريك وعندنا نيوماتيك الله ينور عليك اللي هو الهواء وهو دوت الكنترول اللي احنا بنستخدم عليه اللي هو الكنترول اير تمام، وعندنا الحاجه الثالثه اللي هو الهيدروليك تمام. طيب فالكنترول اير بالذات بيكون شويه سنسيتيف وبيكون شويه كريتيكال، ليه؟ علشان انا بستخدم الاير او بخلي البريشرايزد اير دوت الكومبريسد اير دوت بستخدمه از سيجنال. طيب ايه الكريتيكال اللي في الموضوع؟ الكريتيكال ان ما ينفعش يكون في الاير دوت اي هيوميديتي، ما ينفعش لازم الاير ده يكون توتالي دراي، ما ينفعش يكون فيه ميه. الاير كومبريسد ميديوم صح كده، لكن الميه مش كومبريسد. فانا لما بعت سيجنال مثلا 7 بار لمكان معين علشان يعني السيجنال ان هي تفتح لي فالف او تقفل لي فالف، لازم ان السبع بار اللي انا بعتهم دولت هم فعليا او حرفيا 7 بار صح كده، ما ينفعش يكون فيهم ميه، اللي زي ما قلت لك الميه مش هتضغط، مش هنتعامل مع الميديوم بتاع الميه تمام، هيعمل لي ايرور في الموضوع، انا مش محتاج ده. فهتلاقي دايما الكومبريسد اير تمام، ده شكل الاير فيزلز ظريف كده لكن هو مش ده دايما الموجود يعني. هتلاقي دايما اللي هو الكنترول اير سيستم هتلاقي دايما بيعدي على حاجه اسمها اير دراير، اللي هو حاجه ينشف فيها الهواء تمام. اللي هو ازاي ايه فكره الاير دراير؟ حاجه زي عامله زي الاي سي بالظبط، نفس فكره الاي سي، بقوم جاي الهواء اللي طالع دوت الهواء المضغوط دوت هو هواء سخن، وفي نسبه هيوميديتي لان الهواء دوت انا ساحبه من الهواء الجوي، من الهواء الجوي العادي يعني هو طبيعي هواء الاتموسفير الموجود، فبيكون فيه نسبه بخار ميه موجوده تمام. انا بخار الميه الموجوده لما انا عملت له كومبريست الميه ديت بدات يحصل لها يعني تخش معايا جوه الميديم بتاعي او جوه التانك بتاعي. مش بس كده، انا كمان الهواء دوت بيتعرض اثناء ما هو بيتضغط جوه الكومبريسور بيتعرض لاويل، فبيحصل عندي زي موستشر كده او زي ميكس كده للاويل كمان الموجود. صحيح انا عندي في السيستم عندي حاجه اسمها اويل ووتر سيبريتور، ان هو بيحاول يخلص لي الاويل اللي موجود جوه السيستم بتاعي او الاير بتاعي، وكمان الاويل اللي موجود يبدا يعمل له سيبريشن، لكن مش بنجح 100%. انا عايز لما اودي از كنترول سيجنال لما استعملها انا عايز اخليها تبقى توتالي دراي. فبالتالي من المكان دوت تمام احنا بنعديه على سيستم يعمل له كولينج، فلما حصل له كولينج بدات تحصل كوندنسيشن للميه اللي موجوده جوه. لما حصل لك كوندنسيشن انا بدات اتخلص من الميه عن وي معين عن طريق وي معين تمام، وبدات ان انا اتاكد ان الهواء اللي طالع لي من الناحيه الثانيه هو هواء دراي تمام. ده تمام احنا كده اتكلمنا في الاير سيستم، ده شكل الاير سيستم والحاجات المتوزعه برضو عندك تمام في الانجن. ده الاير فيزل اللي انا قلت لك عليها، ده شكل الكمبريسور. الكمبريسور انواعها اللي موجوده عندك دايما هتلاقيها على المركب اللي هو
المين اير كومبريسور هتلاقيه ريسيبريكيتنج كومبريسور، ده نوع الكومبريسور الموجود ده ريسيبريكيتنج تمام، اللي هو عن طريق انه بيبقى فيه مكابس من جوه. الفلتر الاسود اللي انت شايفه فوق ده دوت اللي هو السكشن تمام. بعد كده ده بيخش على تو ستيج، يتحصل له كومبريس لحد ما يوصل للسبع بار، بعد كده من 7 بار من جاي داخل على الستيج اللي بعدها اللي هي السكند ستيج، يوصل لحد 30 بار. هتلاقي طبعا انت انا انا انت انت شفت مثلا كومبريسور زي دوت، فانت عايز عندك في مشكله معينه مثلا في الاويل، هعرفها منين؟ هبعت لك برده مانيوالز للكومبريسور ديت تمام. هتخش جوه المانيوال هيجي جاي عامل لك زي لاي اوت لكل الحاجات الفيتنجز اللي موجوده ديت، يعني هيقول لك دوت اسمه ايه، دوت الفيلنج بتاع السام تانك مثلا تمام اللي انا بشاور عليه ده تمام، فهيقول لك ده اسمه ايه وهيشاور لك عليه ويقول لك الفانكشن بتاعه، ان انا بعمل فيلنج للاويل للسام تانك للاويل بتاع اللي هو هيعدي. انت عندك جوه دلوقتي في كرانك شافت هنا موجود جوه، وفي بيستونز وفي بيستون رينجز وفي سلندر، في انا قلت لك ان هو ريسبريكيتد، فده طبعا يحتاج لوبريكيشن تمام. اللي انت شايفه مثلا ده البامب ديت الاويل بامب اللي هي تسحب من السامب تانك، ده السامب تانك، ده السامب تانك كفر مثلا تمام، اللي هي تسحب دي الاويل بامب، تسحب من الاويل بامب ده الفلتر، يخش يتفلتر وبعد كده يخش تمام يدخله على الايه على الـ على السيستم بتاعي، بحيث ان هو يحصل لوبريكيشن الموفمنت ديت تمام. فيعني القصد ان ده هتعرف منين الاجزاء ديت وايه ايه ايه ده السيفتي فالف تمام. ايه هتعرفه منين؟ هتعرف منين السيفتي فالف؟ هتعرفه عن طريق المانيوال الاساسي بتاع الكمبريسور دوت تمام. هتلاقيه اوريدي موجود على المركب بتاعتك لما تطلع، وكمان بيبقى فيه جزء منه مكتوب في الاوبريتنج مانيوال، مش بيكون مكتوب تفصيليا، لكن انا دلوقتي داخل اتعامل مع الكمبريسور لوحده وعايز اعرف ايه البارتس اللي موجوده فيه، بخش على المانيوال بتاع الكمبريسور نفسه. بمناسبه المانيوال من الحاجات المهمه جدا اللي انت لازم تعرف اصلا تتعامل معاها علشان توصل للمعلومه، عشان ما تقعدش تضيع وقت كتير، وعلشان تقدر تبقى فاهم ايه الايكويبمنت، وتعرف تقرا اصلا المانيوال ده هتقراه ازاي، لان المانيوال ده عندك كتاب كبير جدا، هو الميكر منزلك فيه كل حاجه تفصيليه. فانا ازاي اوصل للمعلومه اللي انا عايزها بالظبط؟ المانيوال ده بيكون متقسم عندك كذا سيكشن، انت عايز انو سيكشن؟ عايز سيكشن الاوبريتنج، انت عايز تشغل الكومبريسور دوت، ولا انت عايز سيكشن المينتننس؟ فانت داخل تشوف المينتننس اللي موجود اذا كمان ايه اذا كمان بريدكلي تمام، اللي انا عايز اعرف دلوقتي المينتننس الموجود دوت كل قد ايه، وكل وقت يعني مثلا كل 2000 ساعه او كل 500 ساعه انا هعمل اغير فلتر بس، كل مش عارف 1000 ساعه انا هعمل كذا، كل 2000 ساعه، كل 5000 ساعه انا هعمل كذا. عايز تعرف ده، ولا انت عايز تعرف اصلا ازاي افك البارتس ديت تمام؟ فالديسمانتلينج والاسمبلينج بتاع الحاجات ديت كلها هيكون موجود فين تمام. فالفكره كلها ان من ضمن الحاجات المهمه اللي انت لازم تعرفها ان شاء الله باذن الله اول ما تطلع اون بورد تمام، ان انت او من دلوقتي ابدا، انا هبعت لك برده مانيوالز مختلفه لكذا ماشينرز تمام، ابدا اقرا فيها وابدا افتح كده المانيوال اصلا، شوف ايه السكشنز اللي موجوده فيه، وازاي انا لو عايز اوصل يعني مثلا ايه الجزء دوت اللي موجود ده، انا عايز اعرف ده ايه، طب انا عندي ده هياثر على ايه اصلا تمام، وده انا دلوقتي عندي مشكله ما عايز افتح الجزء دوت، هتصرف ازاي؟ هفتح كده عميانيا وانا بفتح كده ما فكتش الجزء دوت، الجزء ده اتكسر عندي. طيب فهو المانيوال هو الجايد بتاعك. ده شكل السامب تانك من جوه، ده شكل انا فاكر كان الكمبريسور، ده شكل السامب تانك من جوه تمام. وادي الكرانك شافت اللي كنت بقول لك عليه، وادي دوت اللي هو الكونكتنج رود، وفي بيرنج عندك موجوده جوه، ده شكل البيستون من تحت. فعشان كده بيحصل من المكان دوت بيحصل ساعات ميكسينج للاويل مع الهواء وهو بيتضغط، لو الرينجز عندك بدات بالكليرنس بتاعتها يزيد، فيحصل ان الاويل دوت ممكن يعدي ويختلط بالزيت، which is not recommended يعني طبعا. بيبقى عندي نوع تاني من الكمبريسرز اللي موجوده، الكمبريسر ده بيبقى سكرو تايب. طبعا انت عارف يعني ايه سكرو تايب تمام، بس يعني مش جير تايب، هو سكرو تايب، ان هو ده بيبقى يعني زي تو سكروز كده بيلف حوالين بعض، بحيث ان انت الميديم اللي ما بينهم بيضغط لك الهواء ويطلعه لك 7 بار. الاثنين اللي انت شايفهم في الجنب دولت هم دولت الاير دراير اللي احنا اتكلمنا عليهم تمام، ومن المكان دوت يعني ده الهواء اللي هيطلع من هنا هو ده بس اللي هستخدمه في الكنترول. ده شكل الكمبريسور وهو مقفول، طبعا هو من جوه فيه كمبريسور، هو مش ده الكمبريسور نفسه، ده الكفر بس، بنفتح من جوه بنلاقي دي الكمبريسور بالموتور بتاعه. دي شكل الاير فيزل اللي احنا اتكلمنا عليها، ده 30 بار هما ديت المين اير فيزل. بيكون عندك تو مين اير فيزل، مش بتكون واحده بس. الاير فيزلز ديت بالمناسبه انت برضو عندك كذا سيفتي فيتشرز موجود عليها تمام، والاير فيزلز ديت بتكون يعني بريشرايزد اير، وخلي بالك زي ما قلنا ان ممكن في تشانس ان انت الاويل يعدي جوه هنا، فالاير فيزل ديت من الحاجات الكريتيكال جدا، لان هي ممكن تكون بيخش لها هواء مضغوط،
تمام. فاه صحيح ان الهواء المضغوط دوت هو درجه حرارته بتعلى، وان هو بيعدي على كولر في التو ستيج بتاعتهم، من او يعني من بعد الفيرست ستيج انت بتدخل الهواء دوت على كولر، بعد السكند ستيج بتدخله على كولر، لكن الهواء برضو يعتبر سخن. فالفكره كلها ان انت عندك هنا فاير هازارد، تمام. ففي في سيفتي فيتشرز انت المفروض تعرفها تكون موجوده على الاير فيزلز دي. بيكون عندك اير فيزلز تانية مختلفة صغيرة أصغر شوية، تمام، اللي هي بتكون مسؤولة عن السيرفيس اير أو الكنترول اير. من المين اير سيرفيس، لو أنت مثلا حصل مشكلة في الكمبريسور اللي هو ده، لو اللي هو الكمبريسور اللي هو السكرو اللي هو بيطلع لك 7 بار ده، تبقى مسؤول عن السيرفيس والكنترول. لو حصل فيه مشكلة مثلا والكمبريسور دوت وقف مني، هتصرف ازاي؟ فلا ما تقلقش، أنت من الاير فيزلز، من المين اير فيزلز، تمام، انت تقدر تاخد لاين تاني وتبدا تديه للسيرفيس والكنترول. باشمهندس، تفضل. هو المانوال بيدي تعليمات للمينتيننس والاوبريتنج برضو، ولا بيبقى مجرد تعريف بالكومبوننت بس؟ لا 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 طبعا بيدي لك طبعا تعليمات، هو بيدي لك يعني المانيوال ده، بص يعني عامل زي كده بالنسبه لنا كده القران، يعني اللي هو ده تفصيليه حياتك كلها. ده الميكر، ده هو صنع لك الاكويبمنت، بيقول لك كل حاجه حرفيه وتفصيليه موجوده فيه، من اول الماتيريال نفسها، يعني الماتيريال بتاعت الفيزل ديت، الماتيريال دي نوع ايه، لو انا لا قدر الله حصل عندي مشكله هنا وحصل عندي وير هنا بسبب الاويل اللي عمال يحصل له اكيوميليشن، وبسبب الميه اللي عماله تتراكم هنا تعمل لها اكيوميليشن، فالميه ديت عملت لي كروجن هنا، تمام. فانا عايز اغير اصلا الماتيريال، عايز اخش الدراي دوك اقطع الجزء دوت كده واخش الحم جزء جديد خالص. طب مين اللي هيقول لي على الماتيريال؟ المانيوال. هبص واجيبها لك لحد نوع الفالف اللي موجود دوت، وحجمه وشكله، والماتيريال اللي انا مستخدمها في الفالف ديت نوعها ايه؟ المانيوال. طبعا البريشر جيج الموجود الليمت بتاعه عامل ازاي؟ المانيوال. لو في الكتريكال سايد موجود على الفيزل ديت، او سنسورز موجوده اللي هي الكات اوف والكات اون بتاعت الكنترول بتاع الكمبريسور، المانيوال. السيجنال جايه منين كالكتريكال؟ المانيوال. طبعا انا اجيب لك حاجه بسيطه جدا، الاير فيزل دي ما فيهاش حاجه تعتبر، يعني من ضمن الحاجات الفالف الثاني اللي هو اللي داخل عليها، ونوع الفالف دوت، جلوب فالف ده ولا ده ولا جيت فالف ولا ايه بالظبط، وحجمه عامل ازاي، تمام. والماتيريال اللي انا، ما انا ممكن الاقي ماتيريال مختلفه في اماكن مختلفه، البايب ديت قطرها قد ايه، المانيوال. فحرفيا كل حاجه يعني كل جزء يخص الماشينري ديت لازم المانيوال يكون بيكلمك عنه، تمام. تمام هبعت لكم المانيوال وهتبدا تقرا فيه، وانا معاكم ان شاء الله باذن الله، لو في حد عنده اي حاجه حتى الفيديو كده يبعث لي على طول ونتكلم فيها. انا بس معلش كنت بسأل برضو في الصوره دي اتفضل لما الصوت قطع. اتفضل. ديب نعم. يعني او عامه قد ايه انا بيبقى مطلوب مني ابقى اوير بيه؟ يعني هل انا ببقى مثلا بشكل ما حافظه، ولا دايما برجع له لما عاوز اوصل؟ الله يفتح عليك، حلو السؤال ده سؤال جميل جدا، الله ينور عليك. محتاج قد ايه اكون اوير بالشكل اللي قدامي دوت؟ أيوة. الله يفتح عليك. اولا انت دلوقتي زي ما قلنا ان الريسبونسابيلتيز في كل شركه، او في كل يعني مثلا الشركه زي ما انا بتكلم فيها ديت، انت الكلام ده مسؤوليه مين؟ ده مسؤوليه الفورث انجينير. ديت اول رانك انت هتوصل لها، يعني بعد ما طلعت انت فيفث انجينير واتدربت without any responsibilities، علشان تكون capable ان انت تاخد الماشينري وتاخد الـ يعني انت confident ان انت تتعامل مع الماشينري ديت، تمام. انت اخدت بقى الفول responsibility وانت مسؤول عن الماشينري ديت. يعني بمعنى انا دلوقتي فورث انجينير، انا اللي مسؤول عن الاير سيستم، مسؤول عن الكمبريسرز، تمام، ومسؤول عن السيستمز، ومسؤول عن البايبس اللي حواليها. يبقى اول حاجه انا هطلع اعملها، لاول ما اطلع اون بورد اهم جاي رايح فاتح الدروينج بتاعي اللي هو بيبقى شبه ده كده، اللي هو زي دوت كده، تمام. هبدا اقوم جاي رايح فاتح الدروينج دوت. الدرونج دوت هو الملخص بتاع البايبس والسيستمز كتير اللي انت شايفها. فهطلع هنا هشوف مثلا هبدا منين، ده اللي هو احنا بنسميه تريسنج لللاين، تمام. انا محتاج اشوف مين رايح لمين، علشان لو اي لا قدر الله مشكله حصلت ان بتوين اكون اوير بيها. انت مش هتحفظ ده في يوم وليله، بس مع الوقت، مع التكرار، مع يعني مراكب زي بعضها، مع مثلا مركب سيستر في المركب اللي بعديها، في مركب حتى مختلفه بس هو نفس الكونسبت موجود، هتبدا تفهم كويس جدا هو ده الفالف ده انه فالف، ده اللي هو الداخل ولا ده الخارج.
انت طبعا من الدروينج، انت هتاخد الدروينج دوت هتعمل له برينت اوت وتقوم جاي رايح للسيستم اللي انت شفته دوت، وتبدا تشوف الفالفات بارقامها. انت هنا بيكون في عندك بليت، والبليت دوت بيكون مكتوب عليه رقم، وادي الرقم بتاع الفالف اللي موجود عندك، وادي الرقم بتاع الفالف اللي موجود عندك هنا. فبتبدا تعمل كومبيرنج ما بين الدروينج وما بين الفالف، بحيث ان انت خلاص انت دلوقتي عرفت الفالف ده هو ده رقمه، ده دوت مثلا الاوتلت اللي طالع من هنا فده موجود على الدروينج ده اللي هنا، بحيث ان انت وانس ان انت قريت الدروينج بعد كده انت من انت مش محتاج حد تروح المكان، انت هتوقف بعد كده جوه الكنترول روم تقول المشكله في الفالف ده ولا المشكله في الفالف ده، تمام؟ عن طريق ان انت خلاص انت اوير، انت عندك شكل تخيلي للمنظر ده هو تسيف اوريدي في دماغك، تمام؟ انت اوريدي منظر الفالفات ديت اللي هو الاكتوال ومنظر البايبس دي اوريدي متسيف في دماغك، مع ان انت مشيت كمان معاه اثناء ما انت كنت ما بتعمل تريسنج لللاين وبتعمل كده اللي هو عمال تلف حوالين اللاينز بتاعتك وعمال تعرف الفالفات دي رايحه منين وجايه منين، انت بقيت اوير. ادي كده السيستم، ده كده جزء السيستم. طيب بالنسبه للايكويبمنت نفسها، انا هعرف منين الفانكشنز بتاعت الحاجات ديت كلها ومين مسؤول عن ايه والكلام من دوت؟ هتعرف الكلام دوت من المانيوال. فانت كل ما بتقرا مانيوالز، يعني كل ما بتخش مثلا، وعلى كل مره هتلاقي الدنيا مختلفه. يعني الكومبريسور ده على فكره، ده الكومبريسورز اللي انتم شايفينهم اللي هي التي ام سي دوت، ده مختلف تماما عن الكومبريسور ذا تايب يعني، تمام؟ الكومبريسور دوت ده صوره مختلفه تماما عن يعني الكومبريسور اللي انا فاتحه ده كان تايب تاني غير ده، تمام؟ ده تايب وده تايب، بس هو نفس الكونسبت. بس هي الفكره كلها، انا دلوقتي انا المسؤول عن الكومبريسور، هعرف منين انا كل ايه البايبس اللي ماشيه في النص ديت ودي مسؤول عن ايه، وايه الكيبلز ديت ودي رايحه منين وجايه منين، وايه ده، ايه الفالف ده، وايه الكلام ده كله. انت هتعرف الكلام دوت من المانيوال. كل ما انت ما بتقرا المانيوال وبتخش فيه ديب ديتيلز وبتسال وبتعرف، كل ما انت اوير بالماشينري بتاعتك، اوير بالمشكله اللي بتيجي فيها، وانس ان المشكله حصلت بتعرف تتعامل معاها على طول. هتركن المانيوال على جنب، هتتوه وهتضيع وما تخشش بحر احسن لك يعني، تمام؟ لان فعلا الموضوع هيبقى بالنسبه لك صعب، فما تحرقش نفسك. انت عايز تجمع الدنيا بسرعه، هي المانيوالز وزي الاوبريتنج مانيوال زي ما بقول لك كده، هو الايه السيستم والحاجات ديت هي دي هتلخص لك في الدنيا، تمام؟ تمام يا باشمهندس، انا فهمت القصد. بعد كده اتفضل يا شباب. وممكن يكون مثلا ارقام الفالفات او كده دي ممكن مثلا مع الوقت تكون ممسوحه او كده او مش واضحه بشكل كامل. بتحصل في مركب معينه، مثلا لو المركب قديمه شويه او كلام من دوت، او المركب حتى ساعات مثلا تخش الدراي دوك مثلا في البليتس دي بتقع، او اثناء ما انت بتفك الكلام دوت بتتعرض الفالفات للكلام دوت. صحيح بتحصل، بس انت من الدرون نفسه هتقدر تجمع. ممكن تبتدي تستبعد مثلا، او ان انت الله يفتح عليك يعني بقى ايه. بص، ما انت اثناء التريسنج انت بتعمل ايه؟ ما انت اثناء التريسنج بتعمل ايه؟ انت بتروح تشوف الفالف دوت، رحت شفته على الواقع موجود فيه، تمام؟ وتاكد خلاص ما دول التو فيزلز جنب بعض، فانا رحت بصيت على الفالف ده برقمه وبصيت على الفالف. خلاص انا عرفت ان 07 و08 دولت هما دولت الاوتلت، تمام؟ طيب دولت المفروض ان دولت ماشيين في بايب رايحين للانجن، تمام كده؟ طيب انا هشوف البايب ديت، انا همشي مع البايب، هعمل تريسنج للبايب. احنا كنا بتخش انت جوه البالك هيد وتمشي مع اللاين دوت وتكتب ساعات كده بالقلم بتاعك اللاين بحيث ان انت تثبت الدنيا كده، تمام؟ ان ده اللاين الاوتلت اللي طالع من المكان ده، تمام؟ وتمشي كده مع اللاين بتاعك لحد ما تشوف ان هو وصل للانجن داخل اللي جوه فيه. ساعات اللاين ده بيختفي منك، ساعات اللاين ده ساعات نازل لتحت وبعد كده طالع لفوق، ماشي داخل جوه البالك هيد زي ما بقول لك، اختفى منك. الفكره كلها ان انت عايزك تبقى اوير بس الفالف ده اللاين ده هو ده اللي داخل على الانجن، فانت جمعت خلاص بقيت عرفت. امشي العكس، لو انت مش مجمع الفالف دوت رقمه ممسوح امشي العكس، ده اللاين اللي طالع من الانجن. طيب يعني دوت ده المين اير ستارت، خلاص يبقى انا همشي العكس، تمام؟ لحد خلاص يبقى هو دوت الاول. فمن الدروينج هتعرف انا عارف، هتبقى اصعب لو الارقام ممسوحه، هتبقى اصعب طبعا. انت هتبقى محظوظ لو الارقام موجوده، لو الارقام ممسوحه هتبقى اصعب. لكن يعني حتى اغلب المراكب القديمه دلوقتي لما بتخش الدراي دوك هم بيطلبوا حتى من الـ يارد يعني ان هم يعملوا البليتس نيم ديت، ان هي تتجدد وان هي تتحط في مكانها، تمام؟ كذا نوع من انواع السيفتي فيتشرز. خلي بالك ان انت في وقت معين انت عايز تنزل تتعامل مع الموضوع بشكل سريع يعني، تمام؟ ف الدرون ده، نعم، الدرون ده بيبقى واخد لي بلان فيو كده، صح؟ يعني انا باصص كده بلان فيو على لا هو الدروينج. بص، هو يعني المسافه مثلا يعني فور اكزامبل، المسافه ما بين المسافه مثلا ما بين اللاين دوت واللاين ده مش هي الاكتشوال طبعا،
هو مدي لك بس انا قصدي كارينجمنت يعني، ده كانه فلات اه كارينجمنت، هو كان فرد لك البتاع يعني، فرد لك السيستم كله على ورقه وبيقول لك ان ده واخد من ده داخل في ده يعني فين فين الستارتنج بوينت، فين الاند بوينت، الاند بوينت بتاعتك فين، تمام؟ فهو بالظبط يعني كانك بلان فيو، تمام؟ لكن مش هو ده الاكشن طبعا. خلاص انت مجمع انا قصدي ايه، صح؟ ممتاز. يعني مش هو ده يعني، انت مش هتنزل تلاقي ان اللاينز ديت ماشيه يعني بنفس المنظر ده يعني انا هو كانه مثلا فرد الانجن روم كده على ورقه بالظبط. الله يفتح عليك، تمام. بس هو الهدف من هنا ان انا اقول لك فين الستارت بوينت بتاعتي وفين الاند بوينت بتاعتي، ده الهدف ده. الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي فات دوت هو الجزء بتاع الاير سيستم، تمام. بعد كده هدخلك على الجزء بتاع السنترال كولينج سيستم، ده الجزء اللي هو بتاع السي ووتر سنترال كولينج سيستم. من الحاجات المهمه اللي انت محتاج تعرفها في السيستم دوت، انت عندك حاجه اسمها سي شيست. السي شيست ده المكان اللي انا هسحب منه اصلا من البحر، من ميه البحر. عندك حاجه اسمها هاي سي شيست وحاجه اسمها لو سي شيست. السي شيست دوت هو المكان زي ما بقول لك اللي هيكون متوصل بالميه بره، هيكون مفتوح على يعني المركب مفتوحه من الجنبين دولت، بورت والستار بورت، تمام. ليه في هاي وليه في لو؟ ده ليه حاجه ليها علاقه بالكونديشن بتاع المركب. لو المركب في البالاس كونديشن، لو المركب في البالاس كونديشن، لو المركب في البالاس كونديشن يعني ايه؟ المركب في البالاس كونديشن يعني المركب ما فيهاش كارجو، يعني المركب نوت لودد، تمام. فمعناها ان المركب هتبقى ايه؟ الدرافت عندي لو المركب في البالاس كونديشن هيزيد ولا يقل يا شباب؟ الدرافت بيقل، فبعوض الالف الاول في الدرافت دوت بالبلاس. بالظبط، الله يفتح عليك. فانا لما الدرافت قل عندي، تمام، انا دايما محتاج ديت النقطه المهمه، انا دايما محتاج وانا بسحب من السي شيست محتاج اسحب من الشال ووتر، مش محتاج اسحب من الميه العميقه. ليه؟ طيب ما ليه اسحب دايما من الشال ووتر؟ علشان انا مش محتاج اخد اي بارتكلز او اي مارين لايف ماتر، او اي يعني مش محتاج ان انا اي اسماك او اي حاجه من ديت تخش جوه فتسد لي السيستم دوت، فالسيستم يتوسخ عندي فالكولينج بريشر بتاعي يقل. فدايما محتاج ان انا اسحب من الشال ووتر. طيب الهاي سي شيست هو اعلى زي ما انت شايف، يعني انت ده الفرق ما بين الهاي واللو اللي هو الجزء دوت. الهاي سي شيست لو المركب عندي دلوقتي لودد، اسحب منين؟ من الهاي ولا اسحب من اللو؟ لو لودد المركب لودد يعني معناها ان الدرافت اكبر، اسحب بقى من الهاي ولا من اللو؟ من الهاي. الله يفتح عليك، ده الكونسيبت بتاعنا ان احنا عايزين نسحب من الشالو ووتر علشان ما ادخلش اي مارين لايف جوه او اي مثلا حاجه تسد لي الفلتر بتاعي، عايز اسحب من الشالو ووتر. فلو المركب لودد معناها ان الدرافت عندي اعلى، معناها ان الفري بورد عندي اقل، يبقى هسحب من الهاي. طيب انا دلوقتي المركب في البالاس كونديشن، طيب اسحب من الهاي؟ طب ما انا الهاي بالنسبه لي هيكون مكشوف شويه فوق، طيب هسحب من اللو، اللو هيبقى شويه اوت. هو ده الكونسبت بتاع السي الهاي ولو، ليه عندنا هاي ولو سي شيست، تمام. هتلاقي عندك في الجزء دوت هتلاقي طبعا عندك بامبس ديت يعني اكبر يعني ده الميجر بتاع السيستم دوت، ان انت لازم هتحرك المايه ديت هتسحبها توديها فين، عن طريق ايه، هتدي لها بريشر عن طريق ايه، تمام. فهتلاقي عندنا البامبس، تمام، هي اللي بتتحكم بقى في كل سيستم لوحده. فتلاقي مثلا هتلاقي عندك الكولينج سي ووتر بامب، هتلاقي منها تو بامب، تبقى بامب شغاله مثلا بامب ستاند باي. هتلاقي بقى البامبات الكبيره هي دايما اللي بتسحب دايركتلي من السي شيست. هتلاقي مثلا الفاكيوم كوندنسر اللي احنا اتكلمنا عليه فوق، اللي هو بتاع الستيم ده وبتاع الستيم الكبير اللي هو بتاع السيستم الكبير اللي هو 16 بار، فانا محتاج اعمل كوندنسيشن للستيم دوت بشكل سريع، فهتلاقي ده دايركتلي ساحب من السي شيست، تمام. وهتلاقي الكباسيتي بتاعت البامب ديت هتلاقيها كبيره مش هتلاقيها صغيره. يعني بص انت بتتكلم في كباسيتي عامله ازاي، يعني تتكلم من 900 ل 10 ل 1000 متر كيوبيك بير اور، تمام. ده الكولينج بتاع المركب نفسه، تمام. طيب قبل ما اخش لك في السيستم دوت، انا بس عايزك تعرف ان انت المركب بيكون فيها كام كولينج سيستم، عندنا كام او الكولينج سيستم عموما. يعني الكولينج سيستم في المركب عندنا 3 كولينج سيستم، بيكون عندنا الكولينج سي ووتر كولينج سيستم از جنرال كده، ده اللي هو اللي احنا قدامنا، تمام. بيكون عندي تو سيستمز تانيين اللي هو حاجه اسمها الاتش تي سيستم والال تي سيستم. الاتش تي اللي هو الهاي تمبريتشر دوت المسؤول عن التبريد بتاع المين انجن ونقطه، تمام. وبيكون عندي حاجه اسمها الال تي سيستم، ده المسؤول عن اللي هو اللو تمبريتشر كولينج سيستم، ده المسؤول عن كل بقيه الايكويبمنت اللي محتاجه كولينج.
ال LT وال HT system دول fresh water مش sea water. ال LT system وال fresh water system دول fresh water system وهم closed cycle طالما هم fresh water، لان ال fresh water بالنسبة لي cost، هو غالي مش رخيص تمام. ومش بس كوست، هو مش كوست علشان ان انا بحط فريش ووتر على فكرة، هو كوست علشان انا بحط كيميكال كتير قوي جواه، علشان الكيميكال دي تقدر ان هي تتعامل مع السيستمز اللي انا بتعامل فيها، اللي انا بتعامل معاها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الفريش ووتر دي اثناء ما هي داخلة جوه الانجن وطلعة، او اثناء ما هي داخلة جوه الماشينريز وطلعة، بتتعرض ليه؟ بتتعرض لضغوط، بتتعرض لتمبريتشر مختلفة. فايه اللي هيحصل؟ ها فايه؟ فان ممكن ان الـ يحصل بريك للبونس الموجوده ما بين الاتش والاو، فتخلي لي ان شويه الميديوم بتاع الووتر دوت يكون حامضي. انا مش محتاج ده، مش محتاج ان الاتش، طول ما الاتش عندي زياده او لوحدها طول ما انا عندي مشكله تمام. فانا مش محتاج ده، فانا عمال اد في كيميكال علشان تعوض لي الموضوع دوت تمام. مش بس كده، انا بقاد لي كيميكال علشان طول ما المية ماشية جوه الكيميكال الموجودة دي، ساعات نوع منها، نوع تاني منها، عمال يترسب على اللاين بتاعي من جوه، على البايب بتاعتي من جوه، بحيث ان هو يعمل لي لاير جديدة خالص، بحيث ان اللاير دي تأفويد ان انا الفريكشن اللي بيحصل ما بين المية وما بين الستيل بتاع البايب، فيحصل عندي كروجن او يحصل عندي اروجن تمام. ده النوع بتاع الاروجن. المية عموما لو بقت حامضيه لاي سبب، المايه عموما يعني ما هي فيها اكسجين تمام، H2O تمام، فلو فيها، لو حصل عندي كروجن جوه البايب، البايب هتبدا تحصلات اكل. فانا مش انا محتاج ان انا ازود اللايف تايم بتاع البايبس بتاعتي تمام، مش محتاج ان انا ادخل سي ووتر، فمحتاج ان انا ادخل فريش ووتر، فانا عمال احط في كيميكال بلس. طبعا ان انا محتاج ان يكون فريش ووتر، لان انا مش هغير كل يوم السيستم دوت تمام. كان زمان الكولينج سيستم على المركب القديمه قوي 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 تمام، كان زمان هو الكولينج سيستم هو سي ووتر، لكن مراكب يعني الكلام ده بداوا لما لقوا ان هو عشان يافويد الكروجن بتاع الاروجن اللي بيحصل بسبب الميه ديت، بدا ان يخلي يبقى فيه كلوزد سيركت تمام. هي السيركت دي خلاص هي كامله مقفوله تمام على فريش ووتر، تخش على الانجن اللي هو المين انجن تبقى دي اتش تي تمام، والثانيه اللي هي هتتوزع على بقيه الماشينريز دي تسموها ال تي. طيب انت دلوقتي بتقول ان هي كلوز سايكل صح؟ طب هي كلوز سايكل، امال هتتبرد ازاي؟ معنى ايه كلوز سايكل؟ يعني معناها ان النقطه اللي هتطلع منها، يعني النقطه اللي هتسحب منها البامب، هي اللي هترجع لها تاني للبامب. طب ما ازاي ما هي كلوز صح كده، ازاي هتتبرد؟ هتتبرد بقى عن طريق السي ووتر، عن طريق بقى السيستم اللي احنا واقفين قدامه دوت. عندك تو سنترال كولر تمام، دولت اللي هم السي ووتر. يبقى السي ووتر من هنا يخش يبرد، ده الكولر دوت يخش يبرد ويطلع اوفر بورد. يبقى انا كده هو دوت الجزء البسيط جدا اللي انا استعمل فيه السي ووتر. معايا يا شباب؟ معاك يا باشمهندس، وصلت تمام. طيب حلو جدا. ومش بس كده، انا الجزء دوت كمان هتعامل معاه على اساس ان هو ده بقى السي ووتر ميديوم بتاعي. بمعنى ايه؟ السي ووتر بقى بيبقى معدي من بره المواسير مش من جوه صح؟ يعني المسار بتاعه بيبقى، لا 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 لا، هقول لك دلوقتي شكل البليت. ما تمام، انت لو هتخش جوه الكولر نفسه، انت قصدك على الديزاين بتاع الكولر صح كده؟ صح كده؟ اه، هو يعني انا عارف ان هو لو سي ووتر جوه المواسير فده خطر، يعني بيعمل نحر فيها او حاجه، او بيعمل حاجه بالظبط. خلاص، ما احنا اتفقنا بقى ان انا عندي المين كولينج سيستم بتاعي او خلينا نقول مثلا ان الكلوزد كولينج سيستم بتاعي هو فريش ووتر. طب الفريش ووتر ده انا محتاج ان انا ابرده، ابرده عن طريق ايه؟ عن طريق كولر. طب الكولر دوت هيبقى ايه الميديوم التاني اللي بيبرده؟ هيبقى السي ووتر. السي ووتر هنا هيعدي عادي جوه اللاينز عاديه جدا. هتلاقي عندك هنا البامبس اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو الكولينج سي ووتر بامب تمام. دول بيسحبوا على طول دايركتلي من السي شيست اهوت تمام، بيسحب على طول من السي شيست داخل على البامب، يطلع من البامب يقوم جاي داخل جوه الكولر. عندي تو كولر، 1 و2 تمام، 1 نيوز والتاني ستاند باي، او على حسب درجه حراره البحر اللي موجوده. لو درجه حراره البحر اللي عندي، لو انا واقف في الخليج دلوقتي درجه الحراره عندي عاليه، فانا محتاج ان انا اعمل انجيج للتو كولر مع بعض بحيث ان انا اقلل درجه حراره ال تي تمام، او اللي هو الفريش ووتر تمام. طيب دلوقتي انا دلوقتي دخلت الميه على الكولر ده تمام، وطلعت لي من الناحيه الثانيه، دخلتها بدرجه حراره، طلعت لي من الناحيه الثانيه درجه حراره اسخن تمام، وهروح ارميها في البحر.
الكولر ده نفسه في عندي كذا نوع من انواع الكولرز، او هما تو تايبس اوف كولرز اللي بيكونوا موجودين عندي، اللي هو البليت تايب بيبقى عدد من انواع البليتس كده موجوده حوالين بعضها، وان سايد بيكون الفريش ووتر او الميديوم اللي انا محتاج اعمل له كولينج، محتاج ان انا ابزورب الهيت الموجود جواه، والانذر تايب بتاعه سوري انذر فيس بتاعه بيكون الاذر فيس بتاعه بيكون هو الايه الميديوم اللي انا ببرد بيه، اللي هو بالنسبه لي دلوقتي الايه السي ووتر. تمام كده، ده نوع او تايب من الكولر. التايب الثاني من الكولرز اللي هو بالنسبه لي بيكون حاجه اسمها شيل اند تيوب، اللي هو بقى الميديوم كله مفتوح وفي تيوبس هي اللي بيعدي منها، سواء الميديوم اللي بيبرد او الميديوم اللي بيتبرد. تمام، على حسب يعني. تمام كده. تمام، فهتلاقي من في السيستم ده زي ما انت شايف كده، هي البامبس الموجوده كمان باختلافها، او البامبس الموجوده اللي هي بتسحب من من السي شيست. هتلاقي في حاجه موجوده عندك حاجه اسمها الام جي بي اس، تمام، اللي هي المارين جروث بريفنشن سيستم، بريفنتيف سيستم. ديت ايه لازمتها؟ في مازال جوه اللاين دوت احتماليه ان ممكن مارين لايف تخش، صح كده؟ تمام، مارين يعني احتمال ده بفتح على طول، انا واخد من السي شيست على طول، انا واخد من البحر على طول دايركت كده السيستم بتاعي. طبعا عشان افويد ان يحصل اي اكيوميليشن بقى للبارتكلز ديت تبقى موجوده جوه اللاين بتاعي فتقلل لي من الدايمتر بتاع اللاين ده، اللاين ده بيبقى كبير بس انا مش محتاج ان الدايمتر بتاعه يقل، علشان لو قل معناها ان الكاباسيتي بتاعت الكولينج بتاعتي قلت، فانا مش محتاج ان ده يحصل. فبيكون عندنا تو انودز كده، يعني بيكون عندنا السيستم الموجود اللي هو الام جي بي اس دوت بيقتل لي اي بارتكلز ممكن تتكون او تاكيوليت جوه اللاين بتاعي، بحيث ان اللاين بتاعي بيكون على طول كلير. ده بس السيفتي فيتشر اللي موجوده على السيستم ده، لا بيكون كمان مدهون جوه اللاينز ديت جوه السي شيست. السي شيست اللي انت شايفه دوت، تمام، السي شيست جوه السترينر، تمام، السترينر اللي انت شايفها ديت، ده السي شيست ده اللي بار. تمام، في بيكون عندك السترينر دي كبيره جدا، بيكون ليها هاوس، الهاوسنج دوت بيكون مدهون من جوه بحاجه اسمها اللي هو حاجه زي الدهان كده بتاع المركب اللي هو الانتي فاولينج، ده بيكون مدهون من جوه انتي فاولينج، وساعات بيعملوا حاجه اسمها برايزنج، تمام، بحيث ان انت برضو تقلل اختلاط الميه المالحه مع الستيل، بحيث ان انت تقلل الكوروجن الموجود. تمام، جزء من اجزاء الحاجات اللي انت هتشوفها موجوده هنا في السي ووتر سائل فريش ووتر جنريتور، انت اثناء ما انت موجود على المركب انت بتولد فريش ووتر، تعرف الكلام دوت؟ تمام، فالفريش ووتر جنريتور انت بتدخله، هتدخل ميه اللي هي السي ووتر، تمام، تطلع لك من الناحيه الثانيه فريش ووتر. تمام، ده شكل الكولر، دي شكل البايبس اللي انا بقول لك عليها. تمام، شايف حجمها بس تبقى متخيل الشكل اللي احنا بنتكلم فيه. تمام، الفريش ووتر جنريتور، الفريش ووتر جنريتور من انا دلوقتي محتاج ان انا بروديوس فريش ووتر، لان انا السيستمز عندي زي ما قلت لك من جوه محتاجه فريش ووتر. البويلر محتاج فريش ديستريت ووتر، يعني فريش ديستريت ووتر. تمام، طيب ومحتاج ايه كمان؟ محتاج فريش ووتر للاكوموديشن، مش الناس ديت في شاور هيتاخد المركب، في لايف موجوده في المركب، في جالي موجود في المركب عايز يستعمل فريش ووتر، صح كده؟ في تويلتس موجوده في المركب فانا محتاج لها برضو فريش ووتر. تمام، ف طيب الفريش ووتر ده كله هبقى محتاج ان انا اعمل له، يعني محتاج ان انا بروديوس فريش ووتر دوت اثناء ما انا مركب سيلينج. فجزء من الحاجات اللي احنا بنستخدم يعني، او ان احنا بنعدي السي ووتر على فريش ووتر جنريتور، وبيطلع لنا من الناحيه الثانيه زي ما قلت لك ايه فريش ووتر. اختصار شديد يعني الحكايه بتاعت الفريش ووتر جنريتور دوت، او اللي هي الكونسبت بتاعه، ان هو في الشامبر اللي انت شايفها ديت بيقوم جاي مقلل الضغط او ساحب الضغط، عامل فاكيوم. تمام، طيب ليه يعمل فاكيوم؟ علشان يقلل البريشر جوه الفيزل ديت او جوه الشيب اللي انت شايفه ده، هو قلل البريشر جوه. طب لما هو قلل البريشر، ايه علاقه البريشر بالبويلنج بوينت؟ حد عارف؟ يقلل درجة الحرارة اللي هيتبخر عندها المية. الله يفتح عليك، لما انا قللت البريشر بقت البويلنج بوينت قلت. بمعنى ايه؟ يعني بمعنى ان انا لو مدخل مية فرضا، مية، انا مش هسيبك من الانجن عشان درجة الغليان بسرعة يعني. ايوه بالظبط كده. طب هو استفاد ايه من الجزء دوت؟ ليه استفاد ان هو يعمل فاكيوم، او استفاد ايه من جزء الفاكيوم دوت؟
ان هو يقلل البويلنج بوينت. استفاد ان الكولينج ووتر، استفاد ان الكولينج ووتر اللي طالعه من الانجن، انت لو فاكر فوق ايش، انا هطلع فوق حاجه بسيطه كده عند الايه، عند ال عند اللوج بوك ده اللي احنا كنا بنبص عليه، انت شايف الاوتلت اللي طالع ده قد ايه؟ ثواني فين راح، انت شايف الاوتلت تمبريتشر ده اللي هو المين انجن جاكيت كولينج ووتر او جاكيت ووتر دوت، هو يونت اوتلت تمبريتشر يونت نمبر 1 نمبر 2 لحد 7 تمام. شايف الاوتلت اللي طالع دي بيتكلم في التسعينات؟ بيتكلم في التسعينات، في 92. طيب 92 دولت، ال 92 دولت انا عايز استخدمهم مش هرميهم. ده اول صورة لو انت بتكتب، فانت هتكتب حاجة عندك اكتبها كده ويست هيت ريكفري تمام. دي اول صورة من صور الويست هيت ريكفري اللي موجودة اون بورد. الهيت اللي طالع من الانجن، الهيت دوت انا عملت ابزورب للهيت اللي طالع ناتج عن الكومباشن اللي حصل جوه الكومباشن شامبر، عن ناتج عن الفيول اللي انا حرقته، ففي الاخر طلع اتحول لهيت. فالهيت دوت انا عملت له ابزورب علشان احافظ على الميديم بتاع الانجن بتاعتي. فانا كان الحل الثاني ان انا اعمل كولينج للسيستم دوت وارمي الهيت ده في البحر، صح كده؟ لا، احنا قلنا ان احنا هنستخدم الهيت دوت، او جايين مدخلين الهيت اللي موجود دوت مسخنين بيه الميه الثانيه اللي هي السي ووتر. مش بس بقى مسخنين، انا لما عملت فاكيوم فانا قللت البويلنج بوينت، فلما دخلت 90 درجه بقى محتاج مثلا السي ووتر بقت محتاجه مثلا ما يقارب من 70 ل 80 درجه ممكن تغلي، صح كده؟ فانا لما قللت البويلنج بوينت لما دخل 90 بقى مور ذان انف ان هو يعمل لي يبروديوس لايه، يحول لي الميه ديت لفيبر. فانا من هنا اخد السولت عن طريق النت الموجوده ديت واحجز السولت لوحده تمام، ويطلع لي من الناحيه الثانيه ميه فيبر تمام. انا اخدت السولت خلاص وبقت الميه الفيبر اللي طالع دوت فريش ووتر، والفريش ووتر دوت بنفس ميه البحر برضو دخلت بردته، ده بقى الكوندنسر، وطلعت ميه فريش ووتر ميه حلوه تمام سايله من الناحيه الثانيه. خلاص كده، مش فيبر يعني. خلاص كده كليرة الشباب الجزء بتاع الفريش ووتر ده. والسلام يا باشمهندس. تمام، ده شكل البليتس اللي احنا كنا بنتكلم فيها يا شباب. ده البليت تايب اللي احنا كنا، ده حتى ده هتلاقي ده في فريش ووتر جنريتور، ده فريش ووتر، فريش ووتر جنريتور مفتوح، دي شكل البليتس اللي موجوده فيه تمام. وده نفس الشكل بتاع البليتس برضو اللي هتلاقيه في الكولر تمام. هتلاقي بس طبعا هتلاقي الشكل بتاع الكورجيشن دوت هتلاقيه شكله شويه مختلف تمام. ديت الحاجات اللي احنا بنشوفها مثلا بتبدا تتعرض لها بقى من الناحيه بتاعه السي ووتر، بدا يحصل تاكل الكلد. الحاجات البيضاء اللي انت شايفها ديت ده كالسيوم مترصب اثناء ما انت ما بتعمل الـ اثناء الفيبر ما بيحصل يبدا يترص بقى عندك هنا كالسيوم، بنبدا نحط كيميكال علشان تعالج الموضوع ده تمام. خلاص احنا كده خلصنا الجزء بتاع السي ووتر، ده الجزء الثاني اللي هو بتاع الهاي تمبريتشر كولينج اللي احنا اوريدي قلنا عليه تمام، اللي هو الاتش تي سيستم اللي هو هيخش يبرد لي الانجن تمام. هيتبرد عن طريق ايه؟ طب الانجن دوت المايه بتاعت الانجن هتتبرد عن طريق ايه؟ المايه بتاعت الانجن دي هتتبرد جوه كولر، الكولر دوت هيتبرد عن طريق ال تي سيستم تمام، والال تي سيستم دوت هيتبرد عن طريق السي ووتر سيستم، بحيث ان انا ما اخلطش ده مع ده تمام. ده ال تي سيستم زي ما انت شايف، دي كل الماشينرز الموجوده على من اول الجنريتور بقى لحد بقى زوم بقى كده، هتلاقي عندك كل حاجه، كل الكومبريسرز، كل لو في عندك سيرفيس سيستم، لو كل حاجه تبع السيستم هتلاقيها موجوده هنا، هتزوم على ايتم ايتم وتخش عليه تمام. هتلاقي عندك هنا دول السنترال كولر، هم السنترال كولر اللي انت شفتهم في السيستم بتاع السي ووتر، هو اللي موجود في ال تي، هم دولت كولر. بس احنا دلوقتي بنتكلم على البارت بتاع الفريش ووتر تمام. بتلاقي عندك سيستم تاني خالص تمام، اللي هو الفيول اويل والديزل اويل بانكر تانك تمام. احنا عندنا في المركب بناخد البانكر بتاع المركب ديت. ده ايه البانكر؟ حد يعرف شو يعني ايه كلمه بانكر؟ تمام، البنكر ده هو الله يفتح عليك، ده اللي انا هستعمله للانجن
يعني ده مش كارجو، ده انا ده اللي الاونر دافع فلوسه علشان ينقل بيه الكارجو اللي هو واخده، تمام كده؟ فالبنكر ده طبعا لازم يكون فيه تنكات تتحط فيها ستورج، يبقى ستورج تمام المكان اللي هيتخزن فيه اسف معلش لحد ما ارجع ابدا استعمله تاني. البنكر تانك ده تمام، اللي هو البنكر تانك اللي هو البنكر سيستم، مش بس بيكون اتش اف او، او دلوقتي بقى طبعا ال اس اتش اف او تمام. ايه الفرق ما بين ال اس اتش اف او والاتش اف او لحد يعني 2020 تمام ولا 21 2020؟ يعني 2020 كان الفيول اللي احنا كنا بنستعمله قبل كده كان بيبقى حاجه اسمها اتش اف او عادي تمام، اللي هو الهيفي فيول اويل، ده اللي انا بستعمله في الانجن بتاعتي. في يناير 21 2020 قالوا لا، اللي احنا هنبدا نستعمله بعد كده هيبقى ال اس اتش اف او. ال اتش اف او نسبه السلفر فيه اللي هو القديم الفيول القديم كانت نسبه السلفر فيه 3.5. دخل عندنا الماربل، او اوريدي احنا عندنا ماربل انكس 6، انكس 6 بداوا يعملوا امبروفمنت عشان يقللوا نسبه السلفر اللي بتطلع مع الاميشنز، فقالوا خلاص الفيول الجديد اللي احنا هنبدا نستعمله هيبقى حاجه اسمها لو سلفر، عشان كده البريفيجن بتاعه اسمه ال اس اتش اف او. نسبه السلفر اللي بقت موجوده في الفيول الجديد بقت 0.5 تمام. في الجزء دوت هتشوف التنكات بتاعه زي ما قلت لك الفيول تمام، وهتشوف التنكات بتاعه السيرفيس والسيتلينج تانك اللي موجوده. بمعنى ايه؟ يعني انت دلوقتي علشان تنقل من التانك دوت ينفع اعبي السيتلينج تانك؟ اه ينفع تعبي السيتلينج تانك، بس لو اخدت بالك يعني اهو التنكات ديت كلها مربطه ببعضها كده عن طريق الايه، عن طريق الترانسفير بامب، وده هو ده دايما الكي بوينت بتاعك في اي سيستم تمام. هبدا انقل الفيول الموجود دوت اوديه للسيتلينج تانك، بس من السيتلينج تانك انت لو اخدت بالك لو انت يعني مركز في البرونج وابص عليه دلوقتي هتقول لي الله، طب ما السيرفيس تانك ده مين اللي هيملاه؟ انا مش شايف اي لاينز داخله على السيرفيس تانك. السيرفيس تانك بتاعه الاتش اف او او ال اس اتش اف او الوحيد، الوي الوحيد اللي يملا لي السيرفيس تانك هو البيوريفاير تمام. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي لو السيرفيس تانك عندي فضى والبيوريفاير واقف، معناها ان ده مش هيتملى، مش هيتملى، يعني معناها المركب يقف، هتقف اه هتقف تمام كده، مفيش اي حل تاني، لا لازم تملى السيرفيس تانك عن طريق البيوريفاير سيستم، عن طريق البيوريفيكيشن. طيب ليه الام دي او اللي هو الديزل اويل ممكن؟ لان هو اوريدي لايت، مش هيأذي لي الانجن بتاعتي في حاجه، فده نوع من انواع السيفتي اللي موجوده تمام. ان انا السيرفيس تانك في الاتش اف او او ال اس اتش اف او لازم على طول يتملى عندي عن طريق الايه، عن طريق البيوريفيكيشن سيستم، عن طريق البيوريفاير. في السيستم دوت اللي هو التانك الموجود تحت اللي هو في الصوره دوت اللي هو الفيول اويل اوفر فلو تانك، انا وانا باخد بنكر لو لا قدر الله حصل عندي اوفر فلو، او لو انا نسيت مثلا، او لو ما الراجل اللي هو بتاع التيرمينال او الراجل بتاع البارج ما وقفش البامب بتاعته وفضلت فضل بيعمل لي بامبنج للفيول، فما تقلقش حضرتك لما التانك يتملى على الاخر ويدي لك هاي هاي ليفل الارم هيبدا الفيول دوت يطلع من الاوفر فلو بايب، ودوت ده زي جلاس يعني انديكيشن كده، انت تبص منه كده تشوف الفيول هو نازل تمام، ويبدا ينزل يعبي لك الايه الاوفر فلو تانك. طيب زي ما ان انت ما عندكش اي واي تاني تملى بيه السيرفيس تانك، السيرفيس تانك ده اللي هسحب منه داخل على الانجن على فكره، ده معناه يعني تمام ما عنديش اي واي غير البيورفاير. فانا عندي حاجه اسمها بيورفاير، في البيورفاير دوت ده من حاجات المسؤوليات بتاعه الفورث انجينير تمام، وبيبقى ده المسؤول عن فصل الامبيوريتيز او فصل السلادج عن الفيول، فصل السلادج والميه عن الفيول تمام، بحيث ان انا ادخل الفيول هنا في السيرفيس تانك فيول كلين تمام. كذلك هو موجود عندي في ده شكل البيرفير من جوه، كذلك موجود عندي في الاويل سيستم تمام. دي ده شكل السلادج اللي بيطلع تمام. طبعا في عندي تمام السلاج ده اللي هيتر احنا اوريدي اتكلمنا عليه قبل كده، في عندي اللي هو الجنريتور، جنريتور انجن فيول اويل سيستم تمام.
زي ما في الانجن في الاويل سيستم، زي ما في الجنريتور في الاويل سيستم، بيكون الاثنين منفصلين عن بعض. وهتلاقي بقى جوه السيستم دوت كل البامبس المسؤوله عنه، الهيترز اللي موجوده تمام المسؤوله عن السيستم دوت. تمام، اكزوري بويلر فيول اويل سيستم ده من ضمن السيستمز اللي موجوده اللي بتسحب من التنكات بتاعتي اللي هو السيرفيس او السيتلينج. تمام، بيكون ليها سيستم تاني برضه مختلف، ليها الهيترز بتاعتها وليها الايه الفيتنجز الخاصه بيها. اللوبريكيتنج اويل كذلك بيبقى عندك برضو زي ستورج تانك بتكون موجوده، سواء الاويل اللي رايح للجنريتور او اللي رايح للانجن او اللي انا هستخدمه لو عندي تنكات تناسب اللي هو الايه السيرن تيوب او الى خلافه. تمام، ده برضو اللوبريكيتنج اويل سيستم. تمام، اللي هو للانجن. تمام، للمين انجن بيكون عندي تو تايب اوف اويل. تمام، عندي اللي هو السيستم اويل، وبيكون عندي موجود الايه اللي هو السلندر اويل تايب. تمام، الاويل من السيستمز الكريتيكال جدا، وان ما يحصلش يحصل عند ما ينفعش يحصل عندي اي ميكسينج ما بين الاويل دوت وبعضه. يعني ما ينفعش مثلا الجنريتور اويل، حتى لو اخدت بالك هتلاقي لكل لاين يعني لكل تايب لاين لوحده. يعني هتلاقي الجنريتور انجن سيستم اويل دوت هتلاقيه مختلف في اللاين بتاعه، تلاقيه مختلف تماما. حتى الفيلنج ده هنا بتتكلم على الفيلنج على فكره، ديت المانيفولد الموجوده عندك في بورت والستار بورت. فليه ما يحصلش ما ينفعش يحصل عندي ميكسينج؟ لان انت بتتكلم هنا دلوقتي بقى في ايه، بتتكلم في تي بي ان مختلفه، بتتكلم في فيسكوستي مختلفه، فانت ما ينفعش تعمل اي ميكسينج. لان لو عملت ميكسينج انت عملت نوع جديد كده من الاويل، المفروض تصفي اللاين بتاعك كله، تصفي تعمل فلاشنج للسيستم بتاعك كله. تمام، ده شكل اللوبريكيتنج اويل سيستم البروفايلنج بتاع الاويل سيستم اللي موجود بتاع الانجن. تمام، هتلاقي هنا تمام اللي هي السام تانك، ده السام تانك بتاع المين انجن، بياخد منه البيرفاير يعمل له بيرفيكيشن للاويل اللي موجود، وبعدين يرجعه تاني يعمل بيرفيكيشن عشان يطلع نسبه المايه اللي موجوده فيه ونسبه لو في سلاج او كده، بيرجعه لك ايه يرجعه لك تاني. ده شكل البيرفايرز اللي هي بتاعه المين انجن. تمام، بتبقى نفس الفكره برضو. تمام، بتاعه الاتش اف او بس بتبقى ايه حجمها شويه اصغر، الكباس طبعا بالنسبه لنا بتبقى ايه هنا اصغر. يبقى عندي حاجه اسمها انسينريتور اويل سيستم. تمام، سيرفيس اويل سيستم. ايه هو الانسينريتور؟ الانسينريتور انا قلت لك كان دلوقتي بيطلع من عندي هنا سلاج، صح؟ يعني بيطلع لي من هنا، شايف السلاج تانك دوت اللي هو اللوب اويل سلاج تانك دوت اللي هو في اللوب اويل، وعندك برده في الاتش اف او شايف السلاج ده واحنا بننظف طلعناه يعني. تمام، لكن هو اوريدي بيأكوموليت جوه التانك. طب السلاج ده انا هوديه فين؟ طب هعمله ايه اللي هيحصل فيه يعني؟ هحرقه في المكان ده في الانسينريتور. هحرقه ازاي؟ هحرقه عن طريق ان انا بعبي بعمل ترانسفير للسلاج دوت، اوديه للانسينريتور ويست اويل تانك، برفع درجه الحراره عن طريق هيتنج كويل هنا. تمام، وببدا اعمل فصل، للميه وللسلاج اللي موجود. سوري، بعمل فصل للميه وللسلاج، اعمل ايفابوريشن للسلاج. ثواني معلش، لحظه واحده شويه. انا اسف معلش، نرجع تاني. فبرجع بعمل فصل للميه اللي موجوده جوه. تمام، وببدا احرق الاستاج اللي موجود عندي دوت عن طريق الانسينريتور. تمام، ده شكل التنكات اللي هي بتاعه اللي هي الاويل اللي هو الويست اويل تانك ديت. تمام، ده شكلها، ودي شكل الهيتنج كويل الموجود هنا جوه. تمام، وبيبقى في عندي كده هنا فانز فوق اللي هي عليها الموتورز ديت بتعمل ميكسنج للاويل الموجود جوه. ده شكل الانسينريتور. تمام، عامل حاجه زي نفس كده الديزاين بتاع بويلر، ان هو بيكون عندك مين بيرنر، بيكون عندك بايلوت بيرنر. البايلوت بيرنر دوت درجات الحراره هنا بتبقى عاليه قوي، يعني انت بتتكلم ان انت هنا مثلا البايلوت بيرنر بيرفع لك درجه الحراره جوه لحد مثلا 300 400، علشان تبدا اصلا تدخل السلادج دوت تبدا تحرقه. السلادج بيبدا يخش تمام عند يوصل درجه حرقه تمام اثناء ما بيتحرق، من
750 800، وساعات يوصل حتى الماكسيمم يعني يوصل بتاعه 950. تمام، بعد 950 انت بتظبط هنا الرماد بتاعتك ان هو يحصل كات اوف، تمام، ويوقفه علشان درجه الحراره ما تزيدش اثناء ما هو طالع في الاكزهوست مانيفولد بتاعتك، فيحصل عندك اي دامج. تمام، ده شكل الانسينريتور من جوه، ده شكل البيرنر، هو دوت المين بيرنر بتاعك، وده البايلوت بيرنر اللي موجود. تمام، وده شكل الفيرنرز من جوه. ده احنا كان ده بدا يحصل يحصل هنا الشيب بتاع البيرنر من جوه، بتاع الانسينريتور من جوه بدا يتهد، بدا ينزل. تمام، ده سنسور، ده التمبريتشر سنسور اللي موجود عند الجوه. تمام، فاحنا بنعمل له بيلد اب مره ثانيه. تمام تمام لحد هنا كده، لحد الجزء دوت. بعد كده عايز ادخلكم بس بشكل سريع، دي من الحاجات المهمه اللي انت لازم تعرفها في اللي هو الماربل. ايه ماربل يا شباب؟ حد يعرف حاجه عن ماربل؟ هو انا شغال مشروع تخرج حاليا في انكسلز يعني. الله ينور عليك، ده انت ده انا هدي لك بقى هديه حلوه قوي قوي قوي. انا كنت لسه اسال حضرتك يعني. انا شغال حلو. في سيمبي واي دي اي. ده انا هدي لك هديه انت مش هتتخيلها اصلا للمشروع بتاعك. ماشي، خليني اخش معاك في ماربل انكس 6، او يعني ماربل عموما. ماربل عموما من الحاجات المهمه جدا اللي انت لو انت ان شاء الله باذن الله ناوي تشتغل في البحر لازم تعرفها. ومش بس تعرفها، لازم تبقى دخلت ان ديب ديتيلز جواها. طب انا مش عايز اشتغل في البحر بقى، وانا دلوقتي راجل عايز اشتغل في الارض، تمام، وعايز اشتغل مثلا في مثلا في اوفيس او في اي حاجه مثلا تخص الموضوع دوت، اي حاجه دلوقتي بتخص البحر او بتخص الامبروفمنت بتاع البحر، تمام، ليها علاقه دلوقتي بتجري حوالين انكس 6. يعني انا بحييك، واختيار موفق بجد منك ان انت تختار التوبيك دوت ان هو يكون مشروع تخرج، يعني لان انت فعلا فعلا هتخش جوه، هتبقى هوير بحاجات مهمه جدا وهتدوس قوي فيه، فهتبقى فعلا يعني مجمع نوليدج كويسه جدا عن الانكس. هو حتى لان والله الواحد يعني مستمتع بيها جدا، حتى هي ده الفيوتشر. ده بص، ده يا جماعه، ده شباب ليكم كلكم، ده الفيوتشر بتاع البحر. خلاص انكس 1 انكس 2 لحد انكس 5، خلاص حتى انكس 6 نفسها تمام بدات يحصل لها كفرج. الجزء بتاع سولاس خلاص اللي هو السيفتي بدا يحصل له كفرج. خلاص انت ما عندكش اوبشن تاني غير ان انت تبني المركب بالمواصفات ديت وبالكريتيريا ديت. فايه دلوقتي اللي احنا بنجري؟ العالم كله دلوقتي بيلف حوالين ايه؟ حوالين البوليوشن. تمام، فانت حتى البوليوشن اللي بيحصل عن طريق الاويل اللي هو انكس 1 دوت اللي هو بريفنشن اوف بوليوشن باي ذا اويل، تمام، دوت الانكس ده خلاص بقى كفرج. خلاص هو الايكويبمنت اللي موجوده سواء الاويل ووتر سبريتور اللي موجود، وقد ايه هو حصل له تطور كبير جدا ان هو ما يعديش حتى اللي هو 15 بي بي ام اللي انتم طبعا اكيد عارفينه او لو قريتوا عنه، تمام، انه قد ايه ما يعديش نسبه اي يعني النسبه المسموح بيها ان هي تعدي لميه البحر هي 15 بارت بير مليون، تمام، وازاي يعملوا كنترول على دوت، وايه السنسورز اللي موجوده عليها، وان ازاي ما ينفعش الناس تبدا تعمل باي باس للكلام ده. زمان كان الناس تعمل باي باس لل 15 بي بي ام، وازاي ده ريكوردد، وازاي يطلع لك الانسبكتور موجود لما يطلع لك على المركب ويسال وياخد الداتا ديت ويكولكت الداتا ديت ويعرف يقراها، وقد ايه السنسورز الموجوده قرت الكلام ده بحيث ان هي تبقى افويد، والبورت ستيت كنترول. خلاص بقى الموضوع متشبع يعني، خلاص الناس بدات تفهم الموضوع كويس جدا، وبدات الايكويبمنت تغطي الموضوع دوت، والتفتيش على الموضوع دوت بدا يبقى كامل متكامل. المشكله دلوقتي اللي موجوده، او هي اغلب يعني مش يعني عارف اللي هو الناس كلها بصلها دلوقتي، هي البوليوشن باي اير. تمام، فاللي هو ازاي افويد دوت يعني، وازاي ان هو يخلص الموضوع دوت. حتى انا من ضمن الكلام اللي وانا بتكلم قلت لك ان هو بدا يقلل نسبه السلفر مثلا. الموضوع ده ما كانش صغير يعني، هو مش يعني اللي هو تمام هنقلل نسبه السلفر، هنخلي مثلا نسبه السلفر من 3.5 لحد 0.5. فالموضوع ده كبير جدا ونتج عنه مشاكل كبيره جدا. انت الاويل اللي احنا بنستعمله دلوقتي للبنكر او اللي هو الانجن ده بقى فابريكيتد اويل، ما بقاش بيور اويل. كان زمان بيور اويل لان هو خلاص هو طالع بنسبه السلفر اللي موجوده جواه لما احنا عملنا الفايندنج للايه للكرود اللي احنا اللي معانا، فهو كان تايب اوف ذا سيبريشن، او يعني كان نوع من انواع الايه اللي احنا بنسميه برودكت اللي طالع من الكرود. لكن دلوقتي اللي موجود ده انا عمال احط اديتيفز كتيره جدا علشان اوصل لنسبه ال 0.5 ديت. الموضوع كبير مش صغير، تمام، لكن هي الفكره كلها تمام ان هو يقلل نسبه السلفر.
طيب ماربول انا مش هخش فيه، انا بس يعني كان الهدف ان انا ادخلها في قصه ماربول ديت، هي انكس 6. انا كنت عايز اوصل بصراحه لانكس 6 اللي هي اللي هو السيمب، اللي هو ايه هو السيمب، اللي هو الشيب انرجي افشنسي مانجمنت بلان، وقد ايه الموضوع ده فعلا بدا يدخل بشكل هجومي قوي تماما، ان المراكب كلها لازم تخلي بالها من الموضوع دوت. الجزء دوت بس اللي هو تحت السيمب انا اوريكم حاجه ظريفه قوي والله يا باشمهندس، يعني حضرتك جري في وقتك فعلا بالظبط يعني. لا 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 انا هدي لك، بص انا هقول لك على حاجه شغال على سيمب حاليا يعني. انا لسه مخلص بروجكت، انا لسه مخلص بروجكت تمام تبع ميرسك. ف ميرسك بداوا يعملوا ريسيرش على الموضوع دوت، وصلوا حاجه اسمها اللي هي الريديتكال ديريتنج. ده بروجكت هم عملوه وجم نفذوه عندنا في اليارد عندنا. انا هدي لك الداتا دي او هدي لك حاجات منه يعني انت ممكن تستعملها عندك تمام. انا حاليا كنت بدور على حاجات براكتيكال لان انا عرفت خلاص كريجوليشنز وكده خلصت. حلو الله ينور عليك. بس الجانب البراكتيكال لسه. طب ده انا هدي لك بقى بروجكت جاهز يا باشا تمام. دوت اللي هو ده اتنفذ اوريدي يعني، ده احنا عملناه. انا هدي لك حتى الديتيلز بتاعته لو انت عايز تمام. تواصل معايا الخاص وابعت لك الديتيلز بتاعته بشكل مفصل. الراديكال دريتنج دوت ادي ده البروجكت ده الريسيرش اللي هو اللي عملته ميرسك تمام. وده شرح كده لل ايه هو هيعمل لك ايه، وان هو ازاي هيدخلك من زون لزون تمام. انا هرجع لكم تاني يا شباب، بس انا بس بعرف الشونس عليه تمام. وده هم عملوا ايه بالظبط في الانجن علشان هم قللوا حجم الانجن تمام، وعملوها ازاي وقللوا ايه بالظبط، ايه الحاجات اللي هي اتغيرت في الانجن تمام، وازاي دخلوا فيها والحاجات ماشي. انا هدي لك البروجكت ده كله ايه على بعضه، تظبط انت دنيتك فيه تمام. طيب ارجع لكم تاني بس عشان الناس اللي ما عندهاش خلفيه قوي عن انكس 6، زي ما بقول لك ده مستقبل البحر. فانت لو انت فعلا عايز يعني تخش جوه الكومبيتيشن ديت، اقرا عن الموضوع دوت. حتى الشركات اللي انت بتشتغل، حتى لو انت هتشتغل في البحر، فانت لازم تبقى دلوقتي اوير بالكلام دوت. طلعوا من السيم ديت ايه هي اصلا السيم، زي ما بقول لك هي الشيب انرجي افشنسي مانجمنت بلان. طيب قال لك ان انت دلوقتي احنا ايه اللي بيسبب تلوث في البحر يا شباب، ايه اللي سبب تلوث، انا اسف، في الهواء، ايه اللي هينتج عن المركب بيسبب تلوث يا شباب؟ CO2 كربون دكسايد بشكل اساسي. الله ينور عليك. الاميشنز كلها. برافو عليك خلاص انت لخصت الموضوع، اللي هي الاميشنز كلها، اللي هي من ضمنها او اهمها زي ما انت ما قلت كده اللي هي الكربون تمام، ومن ضمنها حاجه اسمها النوكس والسوكس. طب والسلفر اكيد. طب السلفر احنا قدرنا نعمل عليه كنترول تمام، ان احنا وصلناه 0.5. خلي بالك 0.5 ده في الفار جوينج، يعني احنا بنتكلم في اثناء ما المركب سيلينج، اثناء ما يعني في هي المياه الدوليه العاديه. ده في كمان تحت السلفر دوت في حاجه اسمها الايكا اريا، اللي هي الميشن كنترول اريا. انت بتوصل لنسبه السلفر اللي موجوده، يعني انت بتحول من اتش اف او تحول لديزل اويل، او تحول لو سلفر مارين ديزل اويل تمام، علشان توصل لنسبه السلفر اللي موجوده 0.1. دي دول بقى حاطه ريجوليشن لنفسها، بمعنى ان يعني انت لو دلوقتي المركب بتاعتك داخل اوروبا، اوكي انت هتمشي على ال اس اتش اف او طول ما المركب سيلنج عادي في المياه الدوليه. لكن حضرتك اول ما تيجي تخش بوزيشن معين عند لاتيتيود لونجيتيود معين، المركب لازم تقف وتعمل تشينج اوفر تمام للفيول اللي هي كانت بتستعمله، علشان تبدا تدخل هي الديزل او الاويل او اللايت اويل دوت، تبدا تدخله علشان انت هتخش. خلي بالك من المكان دوت، انت المركب مراقبه، والمركب المفروض بتقيس الاماكن، يعني حتى على الجي بي اس المركب لازم توقف عشان تعمل تشينج اوفر دوت تمام، علشان الاميشنز اللي طالعه لازم نسبه السلفر اللي فيها تبقى اقل من 0.1 تمام. ده بالنسبه للسلفر. طيب بالنسبه للكربون، طيب وبالنسبه للنوكس والسوكس هنعمل فيهم ايه؟ خلاص ما هو ادي الجزء اللي هو بتاع السوكس اللي هو السلفر ده احنا هنبدا نغطيه. طب بالنسبه للنوكس هنعمل فيه ايه؟ طيب هم بداوا يفكروا في كذا طريقه يقللوا بيها نسبه النوكس دوت، اللي هو النيتروجين، اللي هو النيتروجين مع نيتروجين ديكسايد تمام. بداوا يفكروا في اكتر من فكره. ففي من بعض الافكار الموجوده قال لك ان هم ممكن يعملوا ووشنج لو احنا عملنا ووشنج للاكزوست اللي طالع دوت تماما، هتخلص اوكي من الكربون. انا مش بس هعمل ووشنج، انا هعمل ووشنج وعمل انجكشن كمان ليوريا
يعني في سيستمز من اللي موجوده عندنا بتبقى اللي هي اللي هو بنسميه الاس سي ار، اللي هو الكاتاليتيك ريدكشن سيستم، تمام، كاتاليتيك سيلكتيف ريدكشن سيستم، تمام، الاس سي ار، تمام. ده من انواع السيستمز اللي احنا بنعمل فيها انجكشن للاكزوست اللي بيبقى طالع للاتموسفير علشان نقلل من نسبه بنحقنها يوريا، بحيث ان اليوريا تتحد مع النيتروجين الموجود، بحيث انها تطلع لك عنصر ثالث خالص، تبعد عن الايه الافكتيف او باد افكتيف اللي هي بتطلع عن طريق النوكس. طيب الموضوع ده كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه كان اوبشنال، يعني الناس قاعده شغال عليه، ماشي اللي ماشي بيه كويس، اللي مش ماشي بيه تمام، ما حدش مركز بقى مع فكره الاميشنز اللي طالعه. جاء ماربول تمام اللي احنا شفناه ده، جاي في انكس 6 اللي هو الجزء اللي هو بتاع البوليوشن اوف اير، تمام، قام جاي يطلع لا خلاص الموضوع دلوقتي لازم يكون محدد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت حضرتك لازم غصب عنك تعمل لي كالكوليشن، تمام، للانرجي اللي انت بتطلعها، يعني للميشنز اللي انت بتطلعها. فقام جاي اول حاجه فيه دوت اللي هو الجزء اللي قدامكم اللي انتم شايفينه دلوقتي دوت اللي هو الاي اي اكس اي اللي هو انرجي افشنسي اكزيستنج شيب اندكس improvement، تمام. اول حاجه حضرتك مسؤول عنها، انت محتاج ان انت حضرتك تحسب لي، او اول حاجه بيقول لك ان هي دخلت خلاص، ده انفورس، ها دخلت الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده انفورس، يعني انفورس تمام، يعني ده خلاص الناس موجوده بتشتغل عليه دلوقتي. قال لك انت كل المراكب اللي موجوده عندنا تمام all chips required ان هي تكالكوليت الانرجي افشنسي اللي هي النيد بتاعها اللي بتطلعه، تمام، وتحسبه. انت حسبته، مجرد ان انت حسبته انت بتخش جوه زون خلاص، والزون دوت احنا بناء عليه هندي لك بي سيرتيفيكيت، يعني انت بالزون هفهمك معناها ايه تخش جوه زون، بس انت بناء على الحسبه بتاعتك ديت هندي لك سيرتيفيكيت. السيرتيفيكيت ديت بعد ما نديها لك، خلي بالك انت مطالب ان انت تعمل لها امبروفمنت عن طريق بقى البروجكت اللي انت هتختاره. يعني انت عايز بقى تحط بقى اس سي ار سيستم، راحتك انت، دي حاجه تخصك. عايز تحط بقى تصغر الانجن بتاعتك بحيث ان انت تصغر الاميشنز بتاعتها زي ما ميرس كده عملت، تمام، تقلل الباور، او هي تشوف ايه احسن افشنسي توصل لي، او وصلت عند كام في الميه لود، وبعديها على اساسه تبدا تغير من السايز بتاع الانجن، حاجه تخصك. عايز بقى انت تستعمل عايز انت بقى تستعمل فيول تاني، تبقى تمشي بقى مركبك بقى على ديزل بس وتخسر، لان طبعا انت ما ينفعش تمشي المركب طول ما هي سيلينج كام يوم، يعني 21 يوم ل 30 يوم تمشي المركب على ديزل، انت كده يعني بتحرق فلوسك، تمام. فده ما ينفع. المهم النتيجه ان انت لازم مجبر ان انت لحد 26 احنا قاعدين بنجرب السيستم اللي انت هتركبه دوت، بحيث ان انت 26 الشهاده اللي احنا اديناها لك بالانرجي افشنسي اللي انت حسبتها عندك، الكالكوليشن اللي انت حسبتها عندك لازم تتغير، تمام. ده بالنسبه للاي اكس ار. طيب انا بناء على ايه او ازاي هعمل الكالكوليشن ديت؟ هيدخلك في حاجه ثانيه اللي هي السي دبل ار، تمام، اللي هي الكربون انتنسيتي، تمام. طيب حسب لك نسبه الكربون ديت، تمام، اللي هي مدخل ادي الزون اللي احنا كنا بنتكلم فيها من اي لاي، وديت الشهاده اللي انت يعني هتاخد السيرتيفيكت بتاعتك بناء على حسبتك، تمام، هتطلع لك كلر من دولت من اي لاي، تمام. طيب في نفس النقطة ديت هو بيقول لك ان كل المراكب، تمام، اللي هي 5000 جروس تايج، تمام، ان هي تكولكت الريبورتس بتاعت الفيول كونسبشن بتاع الداتا بتاعتها، تمام، علشان تحسب الايه الكربون انتنسيتي اللي موجودة عن طريق الفيول كونسبشن. بعد ما حضرتك حسبت الحزب بتاعتك ديت، تمام، انت مطالب ان انت تمبروف للكربون انتنسيتي ديت. طب انا هامبروف ليها عن كام طريقة؟ عندي كذا طريقة ان انا امبروف ليها، عن طريق ان انت شيب سبيد اوبتمايزنج، صح كده، او اختار الويذر روت. انت ممكن تغير الكورس بتاعك بحيث ان انت تقلل الريزيستنس اللي جايه من الويند، فالويند تظبط، حاول تظبط الموضوع ده، فتقلل الريزيستنس عمال، فتقلل اللود. لما قللت الريزيستنس قللت اللود، فلما قللت اللود قللت الاميشنز. اللود بالنسبه لنا دلوقتي لما نتكلم على كلمه لود هي مترجمه على طول بالنسبه لك الفيول كونسامشن. طالما اتكلمت على فيول كونسامشن يبقى انا بتكلم كده على اميشنز، تمام كده. طيب
حضرتك ممكن تأدجست بقى للتايم اوف ارايفل. ايه ازاي يعني؟ انا ايه يعني ايه جاست تايم ارايفل؟ مش يعني ايه الفكره في ديت حضرتك؟ لو انت مثلا الكارجو بتاعك مش محتاج ان هو يوصل في وقت معين، تمام، حضرتك ممكن تظبط الاي تي اي بتاعك بحيث ان انت تمشي ايكونوميكال، مش محتاج تزود السبيد بتاع المركب، فلما ما تزودش السبيد قللت اللود، قللت الاميشنز، تمام. التريم والدرافت بتوعك اعمل لهم اوبتمايزنج، يعني ما تسيبليش الدنيا، ما تسيبليش ان الانجن عمال تغير في اللود بتاعها، انت ما تحاول تخلي المركب دايما وهي سيلينج. شباب بتبقى درافت باي ايه؟ سوري، بتبقى ترين باي ايه؟ باي افت. الله ينور عليك، باي افت. بالظبط، ترين باي افت. وخلي بالك من الدرافت، هو ايه علاقه الدرافت؟ الدرافت ان انا عايز ان البروبيلر بتاعي يبقى فولي، ها؟ فولي ايه؟ الله ينور عليك، فول اميرجن، تمام، ان هو على طول يبقى غرقان. علشان ايه؟ علشان احافظ على البرفورمانس بتاع الانجن، مش بس عشان احافظ على الانجن بتاعتي، ده علشان كمان احافظ على اللود اللي موجود جوه، عشان اللود ما يتغيرش. فلما اللود ما يتغيرش انا ماشي على ستيبل لود، لما امشي على ستيبل لود خلاص انا ماشي على ستيبل اميشنز موجوده عندي، تمام، فاقلل برضو من الاميشنز الموجوده. حضرتك بعد ما هنعمل كل الكلام دوت زي ما قلنا كده، انت محتاج ان انت حضرتك اخدت شهاده بعد حسبتك ديت اللي احنا اتفقنا عليها في اللي هي الايه، في الاي اكس اي، تمام. حضرتك اخدت الشهاده بتاعتك، الشهاده ديت انت لازم بناء على الشهاده ديت تقدم بلان، تعمل كوركتيف اكشن. انت دلوقتي ازاي هتغير نفسك من اي توصل للبي او الاي، دولت اللي هم الاكسبتبل دلوقتي بالوضع اللي احنا فيه، تمام. طيب عملوا ايه هم؟ تمام، انتوا شايفين السكرين صح يا شباب؟ ايوه باشمهندس، اتفضل. يعني دلوقتي انا كده في اللي هو الجريزلي بير ده، صح كده؟ شايفين اللي هو اللي هي شركه ورتزيلا دي، صح؟ لا لسه، هو احنا في السي اي لسه في السلايدز؟ لسه في السلايدز؟ السي اي اي. طيب لحظه واحده، عشان انا فاتح اصلا من الويب، فلازم اغير بنفسي لازم اغير في نفسي الايه. طيب جوم شركه زي ميرسك، تمام، قام جايين حاسبين الحزه بتاعتهم واخدوا اخدوا السيرتيفيكيت بتاعتهم، تمام. بس هرجع الشيرنج تاني للسكرين. تمام، وعملوا البروجكت دوت اللي هو ريد كارد ريدنج، تمام. طيب قال لك ايه يعني اللي هم هيستفيدوا ان هم يعملوا بروجكت زي دوت؟ البروجكت ده كان ضخم جدا، كبير وكبير، وبالنسبه لهم كان مكلف. المركب قعدت وقت كبير قبل ما خلصناه، فده طبعا المركب كانت اوف هاير يعني من غير كارب، تمام. فقال لك ان هم قللوا الكونسومشن، لقوا ان هو فعلا لما عملوا ستادي على او دي كانت البايلوت فيزا بتاعتهم دي كان اسمها، تمام. فلما عملوا الاستادي بتاعتهم على المركب ديت ونفذوا البروجكت في المركب ديت وخلاص عملوا ستادي عليها، تمام، لقوا ان الفيول فعلا كونسومشن بدا يقل، تمام. ولما بدا يقل معناها ان هو البروفيت بتاعه بدا يزيد، تمام. بدأ كمان ان هو يعمل كوليكت من الداتا بتاعته اللي موجوده حواليه، اللي يعني كل الانجنز الموجوده بتاعه المراكب بتاعته كلها، تمام، بحيث ان هو يشوف الفروقات بتاعه البرفورمانس من انجن لانجن، تمام، في حين ان هو مغيرش اي حاجه تانية في السيستمز الثانيه، يعني ما عملش مثلا ما غيرش مثلا شكل الديزاين بتاع البروبيلر او خلافه، تمام. ده مش هنسى البروجكت اللي انا هديه لك، تمام. ده على فكره الباوربوينت ده بتاع ميرسك نفسها، تمام، هم كانوا مدينينها، هم ده الاستادي بتاعتهم هم، يعني ده الاستادي، يعني ده مش الاستادي بتاع اليارد، احنا اليارد احنا بننفذ بروجكت خلاص، ده هم بيقولوا لنا على الداتا اناليسيس بتاعتهم من المراكب بتاعت ميرسك. ايوه بالظبط، قد ايه هم استفادوا من البروجكت دوت، تمام. حلو جدا، حلو جدا. فبداوا بيقول لك ان هم كانوا في ليفل دي، يعني او كانوا في الزون دي، تمام، بداوا من الزون دي بعد البروجكت دوت بعد ما يتنفذ، او هي دي البلان بتاعتهم ان هم ينزلوا للزون بي. بص بقى، ده اللي هو البروجكت اللي هم نفذوه، اللي هو تقريبا اللي هو ار ان دي ديفلوبمنت ده، ده الديفلوبمنت ده نزل في قد ايه، تمام، ان هو هيوصل او يعني مع الوقت دوت ان هو ازاي هيوصل لايه، تمام. طيب عن طريق ايه؟ عن طريق ان هم في البروجكت دوت صغروا الانجن او غيروا من السايز بتاع الانجن. هو هنا حتى بيشرح لك، بيقول لك هو عملوا ايه في جزء هنا، هو بيقول لك اللي هم لقوا ان يعني هم جربوا اللود بتاع الانجن، فضلوا يعملوا ستادي كده للود بتاع الانجن، وصلوا ان الاوبتيمم لود عند 80%،
ده اللي هو ايكونوميكال بوينت بتاعتهم. فقال لك خلاص ده لما طالما هو عند ال 80% انا ليه محتاج ان انا يكون عندي فرصه او تشانس ان الميشنز عندي تطلع في حين ان انا مش محتاج باور اكتر من دوت. بدا يقلل في السايز بتاع الانجن اللي هو بناء عليه هيقلل في الباور بتاع الانجن. هتخش بقى هنا انا هبعت لكم برزنتيشن بس عشان ما تضيعوش وقتكم تمام. هتخش تقرا هتشوف بقى ازاي هم هيغيروا في السايز بتاع الانجن وده هيفيدك قوي يا باشمهندس. هو دوت البروجكت يعني هو دوت اللي هم عملوه بالظبط. باشمهندس معلش هو ازاي بقى الصور بكل حاجه هتشوف ازاي غيروا عندهم 70 بارتس تمام هيتحطوا جديد تمام وفي ادابتور ازاي الادابتور دوت هيكون موجود وده هيعمل يعني هيعمل هي افكت ازاي على الـ 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 على الباور بتاع الانجن نفسها تمام واز ايه التشالنجز اللي هم قابلوها وهي بتتعمل. بص ده مثلا كرين الكرين ده ما كان البروجكت ده لما تنفذ اول واحد ده كانت متنفذ في الصين حطوا ويا ربي كان في تركيا حطوا اللي هو الكرين اللي انت شايفه دوت عشان يقدروا يعملوا هاندلنج للماتيريال. الماتيريال كبيره جدا انت بتطلع كل الاولد بارتس وبتنزل بارتس جديده خالص فعلشان يعملوا هاندلنج للماتيريال ديت بره وجوه كانوا هنعملها ازاي. في اليارد عندنا احنا ما استعملناش ده خالص ما فتحناش حتى الاكسس ديت اللي انت شايفها ديت اللي هي في القفص ديت احنا ما استعملناهاش. لما استعملوا المون احنا استعملنا المون ريال كرين اللي هو بتاع المركب نفسه. اتفضل. هو الدراسه دي معموله على مركب واحد صح؟ معلش مش سامع كويس. الو انا مش سامع كويس معلش. سامعني كويس؟ اتفضل قول. طيب انا هظبط الصوت طيب وهرجع اسال. طيب طيب ماشي خد وقتك تمام. فده ايه انا بقول لك حتى الايه التشالنجز اللي هي موجوده ان هما مثلا البروجكت دوت هو بيتعمل كان الدست اللي بيطلع من الدوك واحنا بنعمل مثلا بلاستنج للانجن. طب انا كنت ازاي هدخل الماتيريال بتاعتي وازاي ان هو واقف. هتلاقي الـ يعني ده بجد هيبقى بالنسبه لك حاجه كويسه جدا تمام وليكم كلكم يعني انك ترى اصلا بروجكت اوريدي اتنفذ عندنا تمام وبدا ان هو يخش ايه في يعني ما خلاص انا زي ما بقول لك هو الموضوع انفورس يعني ان كل المراكب يعني كل الشركات دلوقتي ملتزمه ان هي تحقق الموضوع ده تمام. نرجع بس بقى للسلايدز بتاعتنا سريعا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده عشان انتوا اكيد زهقتوا مني يعني. هشغل بس السكرين تاني بتاعت الباوربوينت اللي انا كنت عامله اللي هو البي دي اف بتاع مارك. باشمهندس اتفضل يا باشمهندس. حضرتك سامعني كده كويس؟ سامع حضرتك كويس قول لي يا حبيبي. انا بس كنت عايز اسال في موضوع الاوبتيم رينج بتاع الاوبريشن بتاع الانجن دي. هو الموضوع كله معمول على مركب واحده صح؟ على كلاس واحد. لا مش يعني هم عملوا دول لحد دلوقتي تقريبا حوالي اربع مراكب من عندهم يعني نفس تقريبا يعني ممكن مركب واحد بس هي كان الكلاس بتاعها مختلف. طيب احنا قلنا ان احنا شفنا ان احنا شغالين اوبتيم رينج 80% بعد كده بالزبط. خدنا قرار ان احنا نبدل بقى الانجن اللي عندنا ده انجن تاني يطلع لنا الاوبتيم رينج اللي انا ماشي عليه بالظبط. الله ينور عليك. فانا دلوقتي كل ده شغال في موضوع الاي دي اي اللي هو الديزاين اندكس صح؟ حلو جدا ماشي ممتاز. ما انا بقول لك انا هجمع لك الحاجات بتاعه تورتزيلا نفسها لان هو الانجن اللي اتعملت ديت هي مع تورتزيلا يعني او البروجكت اللي اتعمل هو يعني ميرسك مع تورتزيلا اللي هم عملوا الموضوع ده. فانا هجمع لك الحاجات بتاعه تورتزيلا وهظبطها لك بس كلها. للاسف الشديد انا سايب اللابتوب بتاعي هناك انا دلوقتي حاليا موجود في مصر فانا ان شاء الله باذن الله اول ما ارجع بس هفتح اللابتوب بتاع شغل وهبعت لك الماتيريال اللي اتوداها دي هتفيدك جدا جدا يعني. تمام يا باشمهندس كتر خير حضرتك ماشي. وهدور لك برضو هنا على اللابتوب دوت لو لقيت حاجه انا فاكر ان كنت سايب حاجات هنا زي البرزنتيشن ده كده برضو هبعته لك ان شاء الله. تمام هبعت لك كل الحاجات اللي معايا باذن الله يعني. ماشي ماشي يا شباب. فسريعا خلاص يعني احنا كده ايه يعني انا هفر فره سريعه كده على بقيه الانجي على بقيه السيستمز الموجوده عندك اللي انت ممكن هتشوفها على المركب زي مثلا السينيتري ديسشارج سيستم ديت الحاجات اللي هي تبع ماربل. يعني انت ماربل هنا بيتكلمك برضو ان انت ما ينفعش
ترمي السانيتري دوت اللي هو اللي هو السيوج تمام التويليتس يعني تمام. انت ما ينفعش ان انت دايركتلي ثرو اوت المخلفات بتاعه التويليت على طول اوفر بورد تمام. فمين اللي بيتحكم في الموضوع دوت؟ هو انكس 4 اللي هو prevention of pollution by sewage تمام. بيبقى فيه رولز هي اللي بتحكم لك، فهي بتقول لك ايه الرولز دي؟ بتقول لك ان انت لازم يكون عندك سيوج تريتمنت سيستم، وفي بلانت موجوده، والبلانت ديت بتعمل ازاي تخلص الووتر سيوج ووتر ديت من البكتيريا اللي موجوده جواها. وباختصار شديد يعني هي فكره، الفكره بتاعتها ان انت بتخلي بيئه صالحه للبكتيريا تعيش فيها، بحيث ان البكتيريا تبدا تتغذى على بعضها، وبتزود انت حتى بتعمل ادنج للبكتيريا في بيبقى تابلتس كده كيميكال بكتيريا بتعمل لها ادنج جوه اليونتس ديت، بحيث ان انت تنشط البكتيريا، في البكتيريا لما تبقى نشيطه تبدا تتغذى على بعضها، تبدا يعني تاكل في الحاجات الموجوده، وبعد كده تبدا تتغذى على بعضها لحد ما الميه تطلع من الاخر في الاخر بيور خالص. وبنعرف ازاي ان الميه بيور من غير بكتيريا؟ نسبه الاكسجين اللي موجوده فيها، لان الاكسجين، لان البكتيريا دي بتتغذى على الاكسجين. وده من الاسباب اللي خلت ان ده يخش تحت ماربل، لان انت لما بترمي حضرتك البكتيريا ديت في البحر، انت عماله البكتيريا ديت تتنفس باكسجين بشكل اكبر، فبتاذي او بتاثر على المارين لايف اللي موجوده جوه في الاريا ديت او في الزون دوت تمام. يعني بتشوف عندك حاجه اسمها البلج سيستم تمام، او السيستم اللي هو بيكون فيه موجود الاستاج والبلج، التانكات ديت حضرتك انت البلج دوت اللي احنا قلنا عليه ان انت مش هترمي الميه اللي طالعه من الانجن عموما اللي هي البريفنشن اوف بوليوشن عن طريق الاويل تمام. انت مش هترمي على طول الميه ديت في البحر، وهي الكونتنت اوف ذا اويل موجوده فيها عاليه، فانت زي ما احنا اتفقنا ان هم هيبقوا 15 بي بي ام تمام. فحضرتك محتاج ان انت تعدي البلج سيستم بتاعك دوت على اويل ووتر سبريتور، والاويل ووتر سبريتور دوت هو دوت المسموح لك من خلاله ان انت ترمي الميه ديت اوفر بورد تمام. ده شكل تانك للبلج موجود تحت، بيبقى شكل عامل ازاي تمام. ده بعد ما تنظيفه احنا كنا نظفناه. ده شكل مره حصل بالغلط ان في اويل اتسرب للبلج سيستم اللي عندنا تمام، وعبالنا البلج ويل وتعاملنا برده معاه ازاي تمام. ننقله على الايه، بننقل الاويل اللي موجود دوت عن اللي السلاج سيستم ونطلع الميه اللي فيه، لان خلاص ما كانش ينفع ان هو يخش على الاويل ووتر سبريتور دوت. البلج ووتر سبريتور اللي احنا قلت لك عليها ان انت بترمي من خلاله الميه اوفر بورد، وبيكون فيه ال 15 بي بي ام سنسور. ديت الرولز بتاعت الماربل اللي هي بتقول لك ازاي ترمي ميه تمام من المركب في حضور يعني ايه الرولز اللي تقول لك ان انت ازاي تقدر ترمي ميه اوفر بورد من المركب تمام، ان هي تكون مختلطه بالاويل تمام. هي الحاله الوحيده ان هي تكون زي ما بقول لك 15 بي بي ام، يعني اللي هو بيقول لك حتى does not exceed ال 15 بارت بير مليون تمام، عن طريق طبعا اللي هو الايه الاويل ووتر سبريتور ده، حاجه عامله زي البيريفاير. ودوت ال 15 بي بي ام الارم ده بيبقى شكله بيبقى عامل كده تمام. وديت ديت بتبقى سمول فاب، دي على طول بتقفل وتفتح هي دايركتلي اوتوماتيكلي. هي لو حس ان ال 15 بي بي ام دوت الالارم دوت شاف هنا مثلا اكتر يعني 15 بي بي ام فيما اباف، على طول هو بيدي اوردر يقوم جاي قافل لك الفالفات وعامل سويتش بحيث ان الميه ترجع تاني على البلج سيستم تمام. ده نوع تاني من الـ اولي ووتر سبريتور، ده اسمه ستاتيك اللي احنا شفناه قبل كده اللي هو زي البيرفاير ده، بيبقى اسمه دايناميك، ده الستاتيك بتاعه تمام. وده من خلاله برضو بن ايه بنخلص الميه من الايه من الوتر. بس كده شويه، ده انا بس كنت سريعا يعني عايز ادخلك جوه الانجن روم وقد ايه السيستمز اللي موجوده جواها عشان تعرف يعني تخيلك يعني برضو يعني حجم الشغل الموجود هيبقى شكله عامل ازاي جوه تمام، وازاي تتعامل مع الموضوع دوت يعني سريعا يعني. اتمنى ان انا كنت اكون فدتكم في اي حاجه. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ انا بس هتواصل ان شاء الله، هاخد الكونتاكت بتاع حضرتك عشان